types in that way. طيب احنا اخر حاجة وقفنا عليها المرة اللي فاتت كان الموضوع العام، يعني كان كنا بنتكلم عن الـ consistency of cohesive soils اللي هي قوام التربة المتماسكة. قلنا دي تندرج تحت كلمة index property، فكلمة index property يعني حاجة specific لأنواع معينة من التربة. فاتكلمنا في الأول خالص أول محاضرة عن الـ relative density، وقلنا دي خاصية تميز التربة غير المتماسكة الرمل والزلط. وبعدين نقلنا نتكلم عن الـ cohesive soils، فاتكلمنا عن خاصية الـ consistency أو قوام التربة. فبدأنا نتكلم عن في البداية عن الـ attribute limits، وإدينا أمثلة والـ liquid limit والـ plastic limit. وبرضه عايز يعني فيدباك من حد أو اتنين، الموضوع ده اتغطى في السكشنز بصورة كويسة أعتقد، يعني صح كده؟ المسائل الخاصة بيه في الـ assignment وكده. طيب تمام، ارجع في الصوت منخفض ليه عالي شويه. تمام. وكنا اخر حاجه ان احنا بنستخدم حاجه اسمها كازاجراندي باستيستي تشارت، ده اسم العالم اللي طور التشارت، وبنستخدمه فور كلاسيفيكيشن عشان نصنف او نوصف التربه المتماسكه. تمام. فالتشارت بتبقى جيفن في المساله طبعا اللي هو الجزء الاسود البيزك مش المارك ابس اللي انا عاملها. تمام. بندخل على المحور الافقي بقيمه الليكويد ليميت اللي بتكون معطاه او تتحسب او زي ما يكون، وهنطلع على المحور الراسي بقيمه الباسيستي اندكس. تمام. وعندنا فور زونز تحت الاي لاين واكثر من 50%، فنقول عليه هاي بلاستيك سيلت، قلنا سيلت بناخد الرمز ام، او هاي بلاستيك اورجانيك سويل حسب هقدر اتعرف ان اذا كان في اورجانيك كونتنت او لا. لو وقع فوق الاي لاين واكثر من 50% يبقى يا اما هاي بلاستيك كلي او هاي بلاستيك اورجانيك سويل. وبنفس الطريقه المنطقه دي بنقول عليه لو بلاستيك كلي او لو بلاستيك اورجانيك سويل، والمنطقه اللي تحت خالص بنقول عليه لو بلاستيك سيلت او لو بلاستيك اورجانيك سويل. وفي منطقه بتبقى يعني ترانزيشنال، او بمعنى اصح نقدر نقول ان نسب الكلي والسيلت شبه متساويه. فلو وقعت النقطه بتاعتي لقيتها واقعه في المنطقه اللي واقفه على البوينتر ده، يبقى بدي ديول سيمبل، يعني بقول على السويل دي انها سي ال داش ام ال. طيب احنا بقى نتكلم النهارده عن السويل ستراكشر، يعني شويه نظري بساط كده في الاول ونحاول نقدمه بطريقه بسيطه هيساعدنا في فهم البيهيفير بتاع التربه المتماسكه تحديدا. وبعدين الموضوع الاخير في الثلاث محاضرات دول هو الكلاسيفيكيشن سيستم. طيب السويل ستراكشر، كلمه سويل ستراكشر يعني معناها الترتيب او الارينجمنت الجيومتريكال والسكيلتال بتاع البارتكلز within السويل ماس، يعني ترتيب الحبيبات وايه والترابط اللي بيحصل بينها، سواء كان بوندنج او انترلوكينج تداخل، او ساعات بيكون الكتريكال فورسز بتعمل نوع من التماسك ما بين الحبيبات. وده بنتعرف على الاستراكشر المكون لانواع مختلفه من التربه وتاثير ده على البيهيفير ايه. في الكورس جريند سويلز قلنا كلمه كورس جريند هي نفسها ايكويفلنت لان اقول كوهيجن للسويل، تربه غير متماسكه، يعني في الحالتين بقصد الساند والايه والجرافل. فالستراكشر بتاعها بيبقى حاجه اسمها سنجل جريند ستراكشر، وهنشرحه دلوقتي حالا بالتفصيل. لما بيكون عندي فاين ساند اند سيلت، يعني رمل ناعم او ساعات بتقول عليه رمل ناعم او رمل دقيق. لو تفتكروا في اول مجموعه سلايدز في اول محاضره كنا عملنا جدول كده فيه البارتكل سايزز طبقا للكلاسيفيكيشن سيستمز المختلفه، وقلنا ان الرمل تعريف الرمل طبقا مثلا تصنيف الكود المصري هو التربه اللي حبيباتها تتراوح من 0.06 ملم لحد 2 ملم. ده كده تعريف الرمل. الرمل ده بينقسم داخليا من ناحيه السايز برضو لفاين وميديوم وكورس، يعني رمل دقيق او رمل ناعم ورمل متوسط الحبيبات ورمل خشن او رمل كبير. فالفاين ساند ده مقاس حبيباته تتراوح من 0.06 لحد 0.2 ملم. فلما بيكون عندي زي خليط ما بين فاين ساند وسيلت، او فاين ساند في نسبه سيلت، بيتكون حاجه اسمها هاني كام ستراكشر او ستراكشر اشبه بخليط النحل.
وبرضه هشوف ده بتفصيل يعني بشوية توضيح دلوقتي. وأخيرا for fine grain soils، قلنا fine grain soils equivalent إن أنا أقول cohesive soil، يعني أنا بقصد بيها الإيه؟ الكلاي والسيلت. طب يبقى عندي أحد two structures، dispersed structure أو flocculent structure. فلما نيجي نتكلم عن الcoarse grain soil structure اللي هو إحنا قلنا عليه single grain structure، زي ما قلنا في أول محاضرة خالص برضو إن التربة دي عبارة عن تكوين بيختلف من حبيبات مختلفة الأشكال والأقطار والأحجام، تمام؟ فلما بيحصل التربة غير المتماسكة لما يكون فيها مقاسات متدرجة، يعني فيها مقاسات كبيرة، مقاسات متوسطة شوية، مقاسات صغيرة، اللي بيحصل إن الحبيبات الصغيرة بتدخل تملى الفراغات اللي بين أو جزء من الفراغات اللي بين الحبيبات الأكبر وهكذا. فكون نتيجة أن يتكون عندي الاستراكشر اللي حضراتكم شايفينه ده اللي هو بيتقال عليه سينجل جريند ستراكشر. طبعا واضح ان التكوين ده فيه كذا ميزة بتنعكس ايجابيا على السلوك العام للتربة، يعني زي ما انتم شايفين كده مثلا حبيبات الرمل اللي بيديها السترينث بتاعها او الرمل والزلط هو الفريكشن اللي بيحصل ما بين الحبيبات. فواضح ان الايه السيرفيس اريا او الكونتاكت اريا ما بين الحبيبات وبعضها يعني كتير، في نقط كونتاكت كتير ما بين الحبيبات وبعضها، فدي التربه اللي زي دي لما بتتعرض لاحمال بيبقى مقاومه الفريكشن ما بين الحبيبات عاليه، ودي حاجه اسمها شير سترينث هتدرسوها ان شاء الله في الكورس الجاي اللي هو 262. وبرده التكوين ده من ميزته طبعا ان الايه ان الفويدز نسبيا قليله، قلنا طبعا التربه ما ينفعش حاجه اسمها فويدز ايكوال زيرو، فلكن كل ما بتقل الفويدز كل ما ده بيكون معناه البيهيفير افضل للتربه. فالسينجل جريند ستراكشر بيميز التربه الخشنه او التربه غير المتماسكه، وبيكون يعني افضل من ناحيه السلوك العام للتربه وتحملها الاحمال وحاجات زي كده. لما بيكون عندي فاين ساند اند سيلت ستراكشر بيتكون زي ما قلنا حاجه اسمها هاني كامب ستراكشر او تكوين اشبه بشكل خليه النحل، يعني زي ما انتم شايفين كده عباره عن رينج من الحبيبات واللي في النص ده فاضي خالص، يعني فراغات عاليه شويه، تمام؟ ايه اللي بيحصل في ايه اللي بيخلي الشكل يتكون كده؟ الموضوع ده بيقابلنا وهتعرفوا عليه كتير. صحيح هو للاسف يعني في الدراسه بتاعتكم هو يعني عشان تعرفوا عليه بالتفصيل لازم تاخدوا كورس اختياري في سنه رابعه عن حاجه اسمها التربه في المناطق الجافه. لكن الحقيقه انا شايف الكورس ده في منتهى الاهميه، لان انت حتى لو ما اشتغلتوش جيوتكنيكال انجينيرز بعد ما اتخرجتوا بتتعامل مع سويل ريبورتس جايه بتوصف التربه. فانا شايف الكورس ده يعني ان شاء الله يعني اللي هيفتكر منكم الكلام ده لما تيجي تختار سنه رابعه، انا شايف الكورس ده اولا هو مش معقد، يعني سهل ان شاء الله المعلومات اللي فيه، لكن في منتهى الاهميه لانه بيعرفنا على التربه وخواصها الموجوده في المناطق التوسع العمراني اللي احنا شايفينها، كل التوسع كله دلوقتي في القاهره الجديده والاماكن الصحراويه وكده اللي هي بعيده عن الدلتا، وبالتالي الارض فيها في حاله جافه او شبه جافه. اللي بيحصل لو تخيلت كده ان انا عندي رمل وفي نسبه طمي، والرمل ده الاول في حاله مشبعه، يعني تخيل كوبايه كده انا حاطط فيها رمل ونسبه طمي والكوبايه دي مليانه ميه يعني، وبعدين جففت العينه دي يعني بدات اطرد منها الرطوبه والميه الموجوده. فاللي بيحصل لما الميه تخرج وتسيب الفراغات اللي بيحصل ان الطمي ده بيعمل نوع من التلاحم ما بين الحبيبات الرمل وبعضها، فبيديها شيء من البوندنج، تمام؟ فتكون نتيجه ان الحبيبات تتكون بهذا الشكل. الشكل ده ظاهريا ان الحبيبات بوندد مع بعضها وان هو نسبيا قوي، لكن التربه دي لو رجعت بعد كده اتعرضت لميه من اي مصدر زي مثلا امطار غزيره زي ساعات مؤخرا بيحصل عندنا في مصر، او مثلا بعد الاماكن الصحراويه دي لما المنشا يتبني والديفلوبمنت اللي انت بتبنيه مثلا سواء كان مدينه او كومباوند او غيره يخلص، يبتدي بقى الاماكن الخضراء تتزرع ويبتدي يبقى فيه ميه، يبتدي مع الوقت ممكن لو حصل تسريب في شبكات الميه والصرف يبتدي التربه يجي لها ميه من مصادر مختلفه. فببساطه جدا التلاحم الظاهري اللي حاصل ما بين الحبيبات وبعضها ده ينهار، عشان كده التربه دي بتسمى تربه انهياريه كولابسبل سويل. انهياريه ليه؟ لان هي في الحاله الجافه الاستراكشر بتاعها ممكن يكون يبدو ان هو قوي شويه ويقدر يقاوم الاحمال بصوره كويسه، لكن مجرد ما بيجي له ميه التلاحم ما بين الحبيبات وبعضها ده بيفك
وتكون النتيجة إن الحبيبات دي زي ما كنت تتكون على بعضها. فطبعا كون إن يحصل دروب كده في الفويد ريشيو بتاع التربة ده معناه حدوث هبوط عالي جدا للمنشأ. ويمكن يعني بتسمعوا الفترة التانية عن مثلا مشاكل حصلت للمنشآت مثلا شرخت أو كده بعد الاستخدام، يعني طول ما المنشأ بيتبني والدنيا كويسة ما في، فما بيحصلوش حاجة. فده بيبقى يعني لو الأرض أصلا ضعيفة كان هيحصل الهبوط ده وقت الإنشاء أو بعد الإنشاء على طول. لكن تلاقوا ملاحظة إن المشاكل ما بتظهرش إلا بعد استخدام المنشأ، وبعد ما اللاندسكيب اللي حوالين المنشأ تخلص، وبعد ما بتدي الناس تسكن ويبقى في أوبريشن. فاللي بيحصل بقى إن أنواع التربة دي، وده التربة الانهيارية أو التربة اللي هي فيها رمل ناعم بنسبة طن، أحد صورها. وإن شاء الله لو في وقت نلحق ندي محاضرة يعني تعريفية عن أنواع التربة دي، لأن هي فعلا مهمة جدا للبراكتس يعني إن شاء الله. فالتربة دي بيميزها إن هي ليها فويد ريشيو عالية، ولكن الاستراكشر بتاعها بيحصل له كولابسنج انهيار نتيجة الغمر بالمية. لو حصل أي حتى لو مش غمر كامل يعني، لكن مية يعني بتتسرب مع الوقت، او تحت تاثير احمال عاليه جدا او شوك لودينج زي مثلا الزلازل او كده، برضو بتؤدي مع الوقت ان هي يحصل انهيار للاستراكشر بتاع التربه. فده نوع تاني من الاستراكشر. النوعين دول زي ما انتم شايفين بيميزوا انواع من التربه غير المتماسكه في الاساس، لكن النوع التاني بيبقى ايه، تربه غير متماسكه وفيها نسبه طن او فيها نسبه مواد ناعمه. دايما بيبقى عنده سؤال يا جماعه يعني بعد ما اخلص حاجه يوقفني، ما يعني لو في حاجه مش واضحه او كده يعني. طيب ننقل بقى على الاستراكشر بتاع التربه المتماسكه، الكوهيسيف سويل او فاين جرين سويل. استخدم دي ماشي واستخدم دي ماشي، يبقى انا بقصد الايه، الكلي والسيلت. زي ما عرضنا في احد السلايدز في المحاضره اللي فاتت، التربه المتماسكه بتكون الحبيبات بتاعتها مش زي حبيبات الرمل والزلط، مش حاجه يعني بالكي كده او اشبه بالسفير، لا هي بتبقى اشبه بالبليتس يعني مفلطحه كده بالشكل ده. فمعظم تكوينات التربه المتماسكه المشبعه يعني في منطقه مثلا زي الدلتا مثلا والشمال مصر او كده، بتكون متكونه اصلا نتيجه ترسب حبيبات الطين دي طبعا من مئات السنين او الاف السنين حتى في الميه، يعني في المجاري المائيه والحاجات دي الحبيبات بتقعد ايه تترسب مع الزمن. فلما بتترسب كده بتقعد تتكون على بعض او تاخد استراكشر معين، فهو ده اللي احنا بنتكلم عنه، ان هي بتاخد شكل من شكلين او استراكشر من اثنين، يا اما dispersed structure يا اما فلوكيلنت ستراكشر. يبقى الاصل ان التربه المتماسكه او معظم الديبوزيتس بتاعت التربه المتماسكه التكوينات بتاعتها بتتكون نتيجه ترسب حبيبات من الطين او الطمي في الميه على مدار ازمنه جيولوجيه كبيره. ف لو الحبيبات اترسبت بالشكل ده اكنها كده اتكونت على بعض، فبنسميه ان حصل فيس تو فيس كونتاكت، يعني البليت ده ان كونتاكت مع البليت اللي تحتيه من خلال الايه الايدج بتاع او قصدي الفيس بتاعه اللي هو الايه الجزء المستقيم من الايه البليت. فده بنسميه dispersed structure. فالبارتكلز ار مور ليس بارلل تو ايتش اذر، وفي الغالبيه بتكون الكونتاكت ما بين الحبيبات فيس تو فيس، يعني بالايه زي الشكل اللي انتم شايفينه ده. وممكن تبقى المسافات بينها بعيده شويه لو كانت الريبالسيف فورسز هاي كبير. وهنتكلم يعني ايه كلمه ريبالسيف فورسز، يعني قوه تنافر كهربي، هنشوفها دلوقتي يعني ايه كلمه قوه تنافر كهربي بين الحبيبات. الشكل الثاني او الصوره الثانيه من صور الاستراكشر بتاع التربه المتماسكه هو الفلوكيلنت ستراكشر. هو ببساطه ان الحبيبات دي بعد ما يعني تكون متفرقه كده عن بعضها وقت الديبوزيشن ترتكز على بعض او يعني يحصل لها ترسيب بشكل فلوكلنت. فلوكلنت يعني ايه؟ يعني بنسميه ايدج تو فيس كونتاكت، يعني زي ما انتم شايفين كده الحرف بتاع كل حبيبه هو اللي ايه ان كونتاكت مع الحبيبه الاخرى. فده بيوصف
الشكل الاستراكشر بتاع الكويسيف سويل لما يكون عندي حاجه اسمها فلوكلنت ستراكشر. فيعني كل وحده من دول اسمها فلوك، فعشان كده جه من هنا الاسم بتاع الايه الفلوكلنت ستراكشر. يبقى التربه المتماسكه يا اما تترسب في شكل ديسبيرسد، فالحبيبات بصوره او باخرى موازيه لبعضها والكونتاكت ما بينهم فيس تو فيس، يا اما تترسب في صوره فلوكس وحدات كده متكونه والكونتاكت ما بين الحبيبات بعضها ايدج تو فيس كونتاكت. طيب في كونسبت مهم جدا في التربه المتماسكه وهيساعدنا شويه نفهم برضو اللي احنا قلناه المحاضره اللي فاتت على حكايه ان التربه الطينيه لما بقعد ازود لها ميه بيحصل زياده حجميه. تمام، فاكرين الكيرف ده اللي هو ان الفوليوم بيقعد ثابت لحد الشرينكج ليميت وبعد كده الفوليوم يقعد يزيد. بنتعرف هنا في الكوهيسيف سويل على حاجه اسمها دبل لاير كونسبت. دبل لاير كونسبت، حبيبات التربه المتماسكه، انا اسف هنا بقول كلي بس انا بقصد بيها كلي او السيلد، بس هو في كلي اكتر يعني. بتحتوي على شحنات سالبه نيجاتيف تشارجز على السطح بتاعها. هو التكوين بتاعها كده تكوين المينرالز المكونه لحبيبه الطين او حبيبه الطن، هي بتكون بتحتوي على شحنات سالبه على سطح الحبيبه. في المقابل المولكيول بتاعت الميه ال H2O الاتوم بتاعت الهيدروجين بتبقى التشارج بتاعتها بوزيتيف، والاتوم بتاعت الاكسجين بتبقى التشارج بتاعتها نيجاتيف. احنا مش هندخل في كيمستري ولا حاجه، هنشرح بس كونسبت بسيط يعني. فلما تبصوا كده لتو كلاي بارتكلز كل واحده منهم فيها نيجاتيف تشارجز على السطح بتاعها، وفي النص الووتر مولكيول، فادي التو بوزيتيف بتوع الهيدروجين والنيجاتيف في النص بتاع الايه بتاع الاكسجين. ولازم طبعا المولكيول بتاعت الميه تاخد الشكل ده عشان يحصل لها ستابيليتي، يبقى البوزيتيف ايه يعني يبقى المولكيول ستيبل البوزيتيف جنب النيجاتيف، فلازم تاخد الارينجمنت دي. فكون النتيجه برضو ان البوزيتيف بتاع الهيدروجين اللي في الميه بيحصل تجاذب بينه وبين النيجاتيف اللي في الايه اللي على سطح حبيبه الطين او الطن. فتكون النتيجه ان الايه ان الميه بتكون هي عنصر التماسك ما بين الحبيبات وبعضها، او معنى اخر نقدر نقول ان التماسك او قصدي التجاذب اللي بيحصل ما بين البوزيتيف هيدروجين اتومز والنيجاتيف ايونز اللي على الكلي على سطح الكلي بتخلي الميه بتبقى اتاشد تو ذا بارتكل، وبتكون حاجه اسمها الدبل لاير ووتر. يعني كل حبيبه طين اللي هو متهشره بالازرق دي بيبقى حواليها غشاء من الميه كونكتد للحبيبه بقوه تجاذب كهربي. طبعا واضح ان الايه الجزء الداخلي من غشاء الميه ده طبعا مرتبط بقوه اكبر مع الحبيبه لان هو الاقرب، وكل ما ببعد كل ما قوه التجاذب الكهربي تاثيرها بايه؟ تاثيرها بيقل. فالجزء الداخلي من الغشاء بتاع الميه ده اللي هو انا مديله التهشير بتاع الميه اللي شايفينه قدامكم ده بنسميه ادزوربد ووتر. ادزوربد ووتر مش ابزوربد، ادزوربد بدي. فيبقى كل حبيبه كلي حواليها غشاء من الميه بيتسمى الدبل لاير. وليه سموها دبل لاير ووتر؟ عشان هي بتتكون من ايه؟ من تو لايرز. اللاير الداخليه هي اسمها الايه؟ الادزوربد ووتر. والباقي ده ملوش اسم محدد، هو بقيه الدبل لاير، يعني هو كل الميه اللي حوالين الكلي بارتكل هي اسمها دبل لاير ووتر. تمام؟ الجزء بقى الداخلي منها اللي هو المفروض ان هو مرتبط بالحبيبه بقوه تجاذب كهربي عاليه جدا، ده بنسميه ايه؟ ادزوربد ووتر. عشان كده الطين نادرا ما نلاقيه جاف تماما، يعني لازم حتى لو موجود في منطقه صحراويه. يعني برضو احنا انطباعنا عن الطين ان هو حاجه من الحاجات اللي هي مترسبه في مثلا اماكن زي الدلتا عندنا في مصر، زي شمال شرق بورسعيد، لو منطقه اسمها سهل الطينه، لو انتوا يعني حد سمع عن مثلا مشروعات بتنفذ هناك او حاجه زي كده. فكل الحاجات دي ديبوزيتس او ترسيبات من الطين، تكوينات من الطين مترسبه في يعني في ميه في يعني تكوين مائي. لكن ساعات بيحصل ان احنا بنقابل الطين ده في الاماكن الصحراويه اللي هي فيها توسعات عمرانيه القاهره الجديده ويعني وما هو ابعد يعني.
فالطين نادرا ما تلاقيه في حاله جافه تماما، لازم بتلاقي فيه يعني نسبه رطوبه. نسبه الرطوبه دي جايه من ايه؟ ان الغشاء الداخلي بتاع الميه ده صعب جدا ان هو ينفصل عن الايه؟ حبيبه الطين. ليه؟ لان هو فيه قوه تجاذب كهربي عاليه جدا بين الايه؟ الحبيبات وبعضها. يعني حاجه زي كده ممكن تيجي في صوره يعني سؤال نظري بسيط. الاسئله النظري المطلوب من حضراتكم فقط يعني شرح بسيط ومختصر، مش عايز لما اسال مثلا سؤال نظري في الامتحان مش عايز يعني شرح طويل، بوينتس مختصره توضح بس ان ايه انتوا فاهمين الموضوع ده. فمن الحاجات المهمه الموضوع الدبل لاير كونسبت، فاهمين يعني ايه دبل لاير ووتر، وفاهمين يعني ايه ادزوربد ووتر، وايه الميكانيزم يعني ايه اللي بيخلي الميه تبقى اتاشت بالطريقه دي لسطح الحبوب. طيب في بقى يعني نقطه مهمه جدا هتربط النظري اللي احنا قلناه دلوقتي باللي احنا قلناه المحاضره اللي فاتت. لما نرجع تو سلايدز باك كده، الشكل ده كان بيوضح لنا ان البوزيتيف اللي هنا بيحصل اتراكشن مع النيجاتيف اللي هنا، والبوزيتيف اللي هنا في الميه بيحصل اتراكشن مع النيجاتيف اللي هنا في الميه. فده يحصل لو انا عندي صف واحد من الحبيبات من المولكيولز بتاعت الميه ما بين حبيبتين طين. لكن طبعا في الاحوال العاديه لو الميه دي زادت وعندي اكتر من صف من المولكيولز بتاعت الميه يفصل ما بين الحبيبات، بيكون نتيجه ايه؟ حد يقدر يقول لي بالشكل ده يحصل ايه؟ زياده في الحاله. بس يعني لو حبينا نفسرهم من وجهه نظر اللي احنا لسه قايلينه على الفورسز والاتراكشن والريبالشن اللي بينها والحاجات الشحنات الكهربيه والكلام ده. هو هيحصل تنافر بين الجزئين ايوه فالحجم بالظبط كده. فده اللي احنا قلناه المحاضره اللي فاتت، ان الميه لما بتزيد في التربه المتماسكه بيحصل تباعد ما بين الحبيبات. فهو ده الميكانيزم بتاع التباعد. البوزيتيف ده يتجاذب مع النيجاتيف اللي هنا بتاع الحبيب، اوكي، والبوزيتيف ده برضه يتجاذب مع النيجاتيف اللي هنا. لكن المولكيولز بتاعت الميه السطح الخارجي بتاعها بيحمل بوزيتيف تشارج، فيحصل بينها ايه؟ ريبالشن. فالريبالشن ده يساعد على التباعد ما بين الحبيبات، ويكون النتيجه ان الفراغات مالها حجمها يزيد. فهو ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، وهرجع تاني للسلايد اللي فات عشان اشرح الجزء اللي على اليمين. ده اللي قلناه المره اللي فاتت على العلاقه او تاثير زياده المويستر كونتنت على الفوليوم او الفويد ريشيو. لما يكون عندي ميه قليله يبقى انا عندي ايه؟ سترونج اتراكشن، ولما يكون عندي ميه كتير يحصل ريبالشن، وبالتالي يكون النتيجه ايه؟ زياده حجميه. فهو ده اللي بيحصل في المنطقه دي من الكيرف، وهو ده اللي بيحصل في المنطقه دي من الكيرف. عشان كده قلنا ان لما يكون عندي الميه قليله يبقى عندي السويل بتاعتي في ايه؟ سوليد ستيت. لما تكون الميه تقعد تزيد بنقل لسيمي سوليد وبلاستيك وايه؟ وليكويد. ده بقى الشكل اللي هو الايه؟ نقدر نقول الفاينل للارينجمنت بتاع الحبيبات الطين او حبيبات التربه المتماسكه. ان انا كل حبيبه حواليها ادزوربد ووتر اللي هي اللاير اللي احنا قلنا سترونجلي اتاشت تو ذا بارتيكل، وبعدين بره غشاء برضو مرتبط بالحبيبه بس بقوه تجاذب كهربي ايه؟ اقل شويه، اللي هي بنسميها الايه؟ الدبل لاير ووتر. الدبل لاير ووتر دي بتشمل الادزوربد ووتر اللي جوه، عشان كده سموها دبل لاير، يعني ان طبقتين من ميه. والحبيبه دي برضو نفس الكلام حواليها نفس الشكل. طب السبيس اللي ما بينهم ده هو ده بقى بنسميه الايه؟ الفري ووتر، يعني الميه موجوده بين الحبيبات وبعضها لكن غير مرتبطه بالايه؟ بالحبيبات. يعني لو تخيلنا الشكل ده بدل ما انا حط 2 مولكيولز حطيت خمس او ست صفوف، فتلاقوا طبعا الايه؟ ان الصف الاولاني هنا والصف الاولاني هنا هو ده اللي ايه؟ مرتبط بالحبيبات، لكن في النص ده ايه؟ ميه حره الحركه، تمام؟ بين الايه؟ الحبيبات وبعضها. طيب في سؤال لحد دلوقتي في الجزء بتاع السويل ستراكشر؟ طيب
نتكلم بقى عن آخر جزء في الثلاث موضوعات دول، هو الكلاسيفيكيشن سيستمز. يعني يبدو ان في معلومات كتير، لكن هتلاقي الموضوع في الاخر يعني بيختصر لحاجات بسيطه، وكل الانبوت اللي احنا محتاجينه عشان نعمل الكلاسيفيكيشن هيكون جيفن في المساله. يعني لو انا مدي مساله عن الكلاسيفيكيشن سيستمز، فكل الانبوت اللي انا انتم محتاجينه هو جيفن، يعني مفيش رقم محتاجين تحفظه، لكن نفهم ازاي نستخدم الحاجه اللي هتبقى معطاه في المساله. ايه هو الكلاسيفيكيشن؟ يعني ايه كلمه كلاسيفيكيشن؟ كلاسيفيكيشن ان انا اقدر اوصف بدقه الكومبوننتس المختلفه من التربه. احنا قلنا في اول محاضره ان التربه عمرها ما تتواجد نوع واحد فقط، يعني مش عمرها ما تتواجد، يعني حاجه نادره شويه. ممكن الاقي تربه يعني اكتر من 90% منها رمل، او اكتر من 90% زلط، او طين او طامي او كده، طبعا وارد، لكن يعني الغالب اللي احنا بنقابله ان التربه دي بتتكون من مكونين او اكتر، ممكن يبقى 2 3 بنسب مختلفه. فطبعا بيبقى في مكون منهم نسبته هو الاكبر، فده بيبقى ايه، مين كومبوننت او برايمري كومبوننت. في مكون تاني بيكون نسبه ايه، اصغر. فبندي بقى توصيف يعبر عن نسب المكونات دي، ايه هو المكون الرئيسي وايه هو المكون الثانوي. فهي دي كلمه كلاسيفيكيشن سيستم، ان انا اقدر اوصف التربه بصوره دقيقه. ان انا مثلا اقول كلي ساند، حد يقدر يقول لي كده لما اقول كلي ساند ايه هو المكون الرئيسي وايه المكون الثانوي؟ الكلي هو الرئيسي. حد عنده اجابه اخرى؟ طيب اولا بشكر الباشمهندس على اجابته، ان هو الوحيد اللي بيتفاعل يعني معايا، وارجو بقيه الزملاء يشتركوا معانا في المحاضره. فكلي ساند يعني لو ما نترجمها بالعربي نقول رمل طيني. فلما اقول رمل طيني يبقى ايه؟ يبقى الاساس هو الرمل، يبقى هو رمل طيني. طيني يعني ايه؟ يعني في مكون من الطين داخل جزء من الايه؟ من التكوين العام. وبالتالي بنفس الطريقه لما اقول سيلت جرافل يبقى ايه؟ ده زلط طمي. يبقى ده الاصل هو الايه؟ هو الزلط، والتوصيف بتاعه او في مكون ثانوي من الايه؟ من السلت. او ممكن مثلا يبقى التصنيف بتاعي حاجه اسمها بورلي جريدد ساند، يعني رمل ضعيف التدرج او سيء التدرج. ونفهم برضو يعني ايه؟ او لو بلاستيك كلاي، يمكن دي تعرفنا عنها في المحاضره اللي فاتت من كذا جراند تشارت. فالتصنيف بيعتمد في الاساس على المنحنى التدرج الحبيبي اللي احنا عرفنا كويس قوي في المحاضره وفي السكشن زي نرسمه، اللي هو جزء منه سيف وجزء منه هيدرومتر، صح؟ ده اللي هو بيكونه هما الاثنين مع بعض، هو ما يسمى بالايه؟ منحنى التدرج الحبيبي. والاترب ليميتس، طبعا الاترب ليميتس بيكون مهمه لما يكون عندي مكون من الايه؟ من الطمي او الطين موجود في العينه، او هما الاساس يعني طبعا. بنتعرف النهارده على 3 كلاسيفيكيشن سيستمز كلهم مهمين الحقيقه. يعني معلش انا هبدا بالثالث، هو شرحه جاي في الاول، بس التصنيف طبقا للكود المصري بيفيدنا، هيفيدكم ان شاء الله في كل المشاريع اللي تشتغلوا فيها جوه مصر او غالبيتها، لان غالبيتها هيكون مبني على الايه؟ الكود المصري. فده بينفعنا في ابلكيشنز كتير جدا، زي مثلا توصيف الرمل او توصيف التربه اللي بتستخدم تحت القواعد، تحت اساسات المبنى، او لو كان عندي ميل مثلا بدرس الالتزام بتاعه، او عندي تربه خلف حائط ساند. كل الحاجات دي انا طبعا الديزاين بتاعها مع الوقت في الكورسات السنين الجايه. فمهم جدا لكل الابلكيشنز دي ان انا ابقى عارف اوصف التربه توصيف دقيق، تمام؟ عشان ده ليه انعكاس على الخواص بتاعتها. فده اول سيستم بندرسه، او اخر الحقيقه هو رقم 3 عشان بس بالترتيب يعني. برضه بندرس التوصيف او تصنيف باستخدام يونيفايد سويل كلاسيفيكيشن سيستم او اليو اس تي اس. ده يعتبر يعني تصنيف تم تطويره في امريكا، وبتمشي عليه معظم الاكواد العالميه. يعني معظم الاكواد لما تشتغل ان شاء الله في مشروع يكون مثلا الكود بتاعه مش الكود المصري، ففي الغالب بيكون التصنيف مبني على الايه؟ على اليو اس تي اس. فبرضه مهم ان احنا نعرفه، فبرضه بينفع لمعظم الابلكيشنز اللي احنا بنشتغل فيها تحت الفاونديشنز، التربه المكونه للميول او الحوائط السنيه. التصنيف بناخد برضه نظام التصنيف
طبقا للامريكان اسوسيشن اوف ستيت هاي واي اند ترانسبورتيشن اوفيشلز او نسميها الايه الاشتو. ده مهم جدا ليكو او للتخصصوا منكو اشغال عامه تصميم الطرق والحاجات دي كلها. دايما تصنيف التربه المستخدمه تحت كسب جريد تحت الطرق بيتم طبقا للاشتو، يعني ده الستاندرد في تصنيف الطرق في تصنيف التربه تحت الطرق. طيب نبدا بقى باول واحد اللي هو الايه اليو اس سي اس. وطبعا ايه يعني ده التشارت اللي هي بنستخدمها كاساس للتصنيف باستخدام اليو اس سي اس. وطبعا السؤال انا عارفه لا التشارت معطاه، لو في مساله هيبقى التشارت دي جيفن في ورقه الامتحان، لكن المهم ان احنا نعرف التشارت دي بنستخدمها ازاي، وبالتالي ما حدش يقلق ان هو مثلا احنا نتعلم الرقم ده مثلا 4 او رقم هنا 6 او هنا مش عارف يقول between 1 and 3 او هنا مثلا يقول اقل من 5% اكتر من 12%. ما حدش يعني محتاج يحفظ الارقام دي، تمام، لكن لانها جيب من قدامه في المساله انت هتعرفوها مع استخدام المسائل. لكن المهم ان نعرف نقرا الشارت كويس ونفهم الرموز دي امتى استخدم كل رمز من الرموز دي. الخطوه الاولانيه في ان انا اعمل تصنيف للتربه باستخدام اليو اس سي اس ان انا ابص على منحنى تدرج الحبيبي بتاعه، يعني اللي احنا عرفنا ازاي نرسمه سواء جزء منه سيف او جزء منه هيدرومتر. فببص لنسبه المار من منخل 200 اللي هو 0.075 ملم. فعندي حاله من اثنين، الحاله الاولانيه ان انا الاقي ان النسبه المقابله لل 0.075 اكتر من 50%. قلنا ده معناه ايه؟ معناه ان اكتر من 50% من وزن العينه مقاس حبيباته مالها يا جماعه؟ اقل من 0.075. يعني ايه؟ يعني ايه اقل من 0.075؟ يعني تربه متماسكه، يعني كلاي وسيلت. يبقى اذا لو طلع عندي نسبه المار من منخل 0.075 لقيت النسبه اللي طالعه من الكيرف اكتر من 50% يبقى انا عندي كويسيف صويل. ده معناه ان المين كومبوننت المركب الرئيسي للتربه يا اما يطلع سيلت او يطلع طين. فالسيلت بنديله رمز ام والكلاي بنديله رمز سي. وبنصنف ازاي؟ باستخدام كذا جراند تشارت اللي احنا خدناها المحاضره اللي فاتت وهتكلم عنها دلوقتي. يبقى اذا دي اول حاله سهله وبسيطه واضحه جدا وخدناها قبل كده. بس اهم حاجه الشرط، اول حاجه نعرف نسبه المار من 0.075، لو طلعت اكتر من 50% يبقى انا عندي كويسيف سويل. يبقى اروح على طول طبعا يبقى ساعتها جيفن في المساله مع المنحنى تدرج هيبقى جيفن الليكويد ليميت بكام والبلاستيك ليميت بكام، او يكون في مساله مصاحبه بتحسبه منها لاي كان يعني. فبدخل على المحور الافقي بقيمه الليكويد ليميت زي ما احنا عارفين، وبنطلع على المحور الراسي بقيمه البلاستيستي اندكس. ما ننساش لان دي غلطه شائعه الناس تدخل على المحور الراسي بقيمه البلاستيك ليميت. لا، التشارت معموله بدلاله البلاستيستي اندكس اللي هو الايه؟ الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت. فمحور الافقي الليكويد ليميت، المحور الراسي الايه؟ بلاستيستي اندكس. وزي ما قلنا في اول المحاضره انا حسب الزون اللي هقع فيها هوصف الايه؟ الطرق. تمام؟ يبقى ده الكيس الاولانيه واضحه وصريحه ما فيهاش حاجه. الكيس الثانيه بقى دي اللي فيها شويه شغل شويه، ان انا اجي عند 0.075 واطلع على المنحنى الاقي نسبه المار اقل من 50%. قلنا ده معناه ايه؟ يعني اقل من 50% من وزن العينه حجمه اقل من 0.075. يبقى ده معناه ان الغالب على العينه ايه يا جماعه؟ يبقى الغالب على العينه ايه؟ ساندو كلاي يعني ده التربه دي كوهيجن للصويل، التربه دي تربه غير متماسكه، وبالتالي يبقى المين كومبوننت بتاعي يا اما رمل بياخد الرمز اس، يا اما جرافل ياخد الرمز ايه؟ جي. طيب كيس 2 دي بقى نتعامل معاها ازاي؟ اول سؤال نساله لنفسنا هل هي اس ولا جي؟ يعني هل هي المين كومبوننت لما اقول اس او جي مش معنى كده ان هي كلها رمل او كلها زلط، لا، يعني الغالب او الكومبوننت الرئيسي بتاعها رمل ولا ايه؟ ولا زلط. فبمنتهى البساطه نظام التصنيف في اليو اس سي اس، ونخلي بالنا من النقطه دي يمكن انا اتكلمت عنها في اول محاضره بس بعيد التركيز عليها تاني.
أنا بتعامل مع كل نظام تصنيف حسب البوردرز بتاعت التصنيف ده ما بين مكونات التربة المختلفة. يعني اليو اس سي اس ده بيعتبر ان المقاس الفاصل ما بين الرمل والزلط هو 4.75. تمام؟ لو تفتكروا في اول محاضرة، يمكن ده برضو، وفي تاني محاضرة رجعت اكدت على الموضوع ده لما قلت لكم في زميل ليك وسائل المهندس ماركو، الكود المصري مثلا بيعتبر ان الفرق ما بين الرمل والزلط هو 2 ملي، وبيعتبر ان الفرق ما بين التربة المتماسكة وغير المتماسكة 0.06 ملي مش 0.075. فايه الصح وايه الغلط؟ ما فيش صح وغلط، هو كل كود او كل ستاندرد بيبقى ليه ايه يعني، بيبقى فيه فروق شوية ما بين التصنيفات. فانا بشتغل يو اس سي اس، او انا طالب في المساله ان احنا نصنف التربه باستخدام اليو اس سي اس، يبقى انا بستخدم البوردرز بتاعه اليو اس سي اس. فهنا هو بيعتبر ان الفاصل ما بين الرمل والزلط 4.75، فهطلع من عند 4.75 اشوف النسبه بتاعه الايه المناظره. طبعا الجرافل بعتبر يعني ان انا ايه الجرافل مكمل لحد 100% من وزن العينه، تمام، وبالتالي تبقى نسبه الجرافل هم الحبه دول الفرق ده، ونسبة الايه الرمل هو الفرق ده. فلو نسبة الرمل طلعت اكبر من نسبة الجرافل، يبقى المين كومبوننت بتاعي ايه اس. لو نسبة الجرافل طلعت اكبر من نسبة الرمل، يبقى المين كومبوننت بتاعي ايه بتاعي جي. طيب مع الاس والجي بقى بنحط رمز اخر بيعتمد على نسبة الفاينز، بيعتمد على نسبة الفاينز. حد يقدر يقول لي يعني ايه نسبة الفاينز؟ نسبة المواد الناعمة في العينة، هي الكلمة دي مكافأة ان انا اقول نسبة التربة المتماسكة، او نسبة المار من مدخل 200، او نسبة المار من مدخل مقاسه كام؟ 0.075. كل ده ايكويفالنت طبعا، يعني التربة اللي هي المتماسكة اللي هي الاقل من 0.075 دي ساعات بنقول عليها فاين جرين سويل زي ما لسه بنقول. فلما اقول percentage of fines ده معناه نسبة المار من منخل 0.075. عندي حالة من ثلاثة طبقا للتصنيف ده، بيقسم التأثير ده تأثير الفاينز كونتنت على التصنيف العام للعينة، ان انا يكون عندي الفاينز اقل من 5%، او يكون عندي الفاينز اكتر من 12%، او يكون عندي الفاينز من 5 ل 12%. طبعا الموضوع في الاول يبدو ايه مبهم، وانا ما قداميش ارقام وبتاع، هناخد امثله دلوقتي نتلاقي الموضوع يعني واضح وصريح، يعني مفيش حاجه. الكيس الاولانيه ان انا يكون عندي نسبه الفاينز مالها يا جماعه اقل من 5%. طيب هو برضو عشان نفهم الفيزيكال مينينج ما نبقاش ايه قاعدين يعني بنطبق ماثيماتكس وخلاص، هي ايه فكره ان انا ادخل معايا نسبه الفاينز في تصنيف العينه؟ التربه الرمليه او الزلطيه كل ما بتزيد فيها نسبه الكلي والسيلت، كل ما ده يبقى ليه تاثير سلبي على الخواص العامه للتربه. يعني لو انا عندي الفاينز عاليه جدا، بنتكلم في 15 و20 و25%، ده معناه ان التربه دي اضعف، التربه الرمليه دي هي صحيح الغالب عليها رمل او زلط، لكن هي بتبقى اضعف مع وجود نسب تربه متماسكه كبيره جوه ايه العين. وكل ما كانت نسبه المواد الناعمه اللي هي كلي والسيلت اقل، يبقى كده معناه ان تاثير الايه الفاينز على السلوك العام للتربه بيكون ايه منعدم او اقل يعني. فالحاله الاولانيه ان انا يكون نسبه الفاين بارتكلز اقل من 5%. في الحاله دي بقول على التربه بتاعتي بديها رمز من اثنين، يقول عليها ويل جريدد، وديها الرمز دبليو يعني تربه جيده التدرج، او اقول عليها بور جريدد يعني تربه سيئه الايه التدرج. فعشان نعرف هي ويل جريدد ولا بورلي جريدد، بنحسب حاجه اسمها السي سب يو يونيفورميتي كوفيشنت، والسي سب سي كوفيشنت اوف كيرفتشر، ودول هنوضحهم دلوقتي في السلايد الجاي. وبالتالي لما بيكون عندي الفاينز كونتنت اقل من 5%، التربه دي بتاخد رمز من 4، حاجه من 4، يا اما نقول عليها اس دبليو، يا اما تطلع اس دبليو يعني ويل جريدد ساند. يعني لما نشوف اس دبليو معناها ايه؟ ويل جريدد ساند، يعني رمل ذو تدرج جيد. او تاخد الرمز اس بي، يعني بورلي جريدد ساند. او تاخد جي دبليو، ويل جريدد جرافل، او جي بي، بورلي جريدد جرافل.
دي الحاله الاولانيه بالفاين كونتنت، ان انا يبقى عندي الفاينز كونتنت اقل من 5%. الحاله الثانيه ان يكون عندي نسبه الفاينز او نسبه المواد الناعمه اكتر من 12%، اكتر من 12%. فحاجه من اثنين، يا اما التربه تاخد الرمز سيلتي، يعني الفاينز دي الغالب عليها ان هي طمي، تكوينها طمي، او كلي، يعني الفاينز دي الغالب عليها ان هي ايه، طين. فبعرف الكلام ده ازاي؟ بعرف الكلام ده بكذا جراند تشارت. يعني اللي بيحصل في الحقيقه ان انا بفصل الجزء ده في من العينه، باخد الجزء اللي هو المواد المتماسكه دي في من العينه بتاعتي، واعمل لها اختبارات ليكويد ليميت وبلاستيك ليميت، كما لو كانت تربه متماسكه قائمه بذاتها. يعني باخد الجزء الناعم ده او جزء اللي هو الفاين بارتكلز، واعمل لها اتربت ليميتس ليكويد ليميت وبلاستيك ليميت، وبعدين ارجع الكيرف ده، ارجع للتشارت دي، ادخل بالليكويد ليميت وبلاستيك ليميت واطلع. مش هقول بقى هنا ام اتش او اتش، انا بس عايز اعرف هي سيلت ولا كلي. يا اما تطلع المواد الناعمه سيلتي او تطلع كلي، بس يعني فوق الاي لاين او تحت الاي لاين. وبالتالي هاخد يعني التوصيف بتاعي او التصنيف بتاعي هياخد رمز من 4، يا اما اس سي. يعني ايه اس سي يا جماعه؟ كلي، ببدا بالتاني اللي هو السكند كومبوننت، كلي ساند، اس ام، قلنا الام ده رمز السيلت، سيلتي ساند. او مثلا ممكن تاخد جي سي، يعني ايه جي سي؟ كلي جرافل، او جي ام يعني سيلتي جرافل. اول رمز هو المكون الرئيسي، الرمز الثاني بيعبر عن المكون الثانوي، تمام؟ فايه والتسميه بتتقال بالطريقه دي. الحلقه الثالثه ان انا يبقى عندي الفاينز كونتنت من 5 ل 12%، وبالتالي بتاخد ديوال سيمبل. يعني ايه؟ باخد بقى مزيج من اللي انا قلته في الاقل من 5% على اللي انا قلته في اكتر من ايه 12%. يعني بروح اعمل اطلع اليونيفورميتي كوفيشنت والكوفيشنت اوف كيرفتشر، اعرف منهم هي ويل جريدد ولا بول جريدد، واخد الجزء الناعم برضو بعمله اختبار في المعمل واطلع منه هل هي العينه سيلتي او كلي. وبالتالي يبقى التصنيف مثلا على سبيل المثال يعني اس بي داش اس ام، اس بي دي قلنا معناها بول جريدد ساند، واس ام سيلتي ساند. وبالتالي فبقول عليها العينه في الحاله دي poorly graded silty sand. ده في حالة لما يكون الفاينز كونتنت تتراوح من 5 ل 12%. يعني مش هسأل دلوقتي اذا كان حد عنده سؤال، عارف ان ممكن في حاجات مش واضحة. هستنى لما نعرض المثال وبعد كده تحسوا الموضوع مش بالتعقيد ده يعني. طيب احنا قلنا في اول حالة للفاينز كونتنت لما يكون اقل من 5% بحتاج ان انا اعرف اذا كانت العينه دي ويل جريدد ولا بول جريدد، وبالتالي بعين تو كوفيشنتس، حاجه اسمها اليونيفورميتي كوفيشنت وحاجه اسمها الكوفيشنت اوف كيرفتشر. فاحنا في السلايد دي هنعرف ازاي نعين الايه التو كوفيشنتس دول. عشان اعرف اليونيفورميتي كوفيشنت تعريفه هو النسبه ما بين دي 60 على دي 10. يعني ايه دي 60؟ يعني ايه دي 60؟ يعني هو مقاس الحبيبة المناظر لنسبة مار مقدارها 60%. مقاس الحبيبة، مقاس المنخل، مقاس المنخل أو مقاس الحبيبة، ما هو الاثنين معبرين عن بعض. يعني عايز تقول عليها مقاس فتحة المنخل المناظرة ل 60%، ماشي. عايز نقول عليها مقاس الحبيبة ال 60% من العينة أقل منها، لو هنتكلم على التعريف الصح او الدقيق جدا. يعني مثلا عندي مثال عشان نوضح، يعني لان سؤال باشمهندس يعني كويس جدا، ويعني بيعبر عن ان هو فاهم، يعني عايز يعرف الموضوع مظبوط. دي 60 دي بجيبها ازاي؟ بمنتهى البساطه كله ده من منحنى التدرج الحبيبي اللي احنا عرفنا ازاي نرسمه. باجي عند 60% على المحور الراسي وامشي افقيا لحد مقابل المنحنى، وبعدين انزل اجيب ايه؟ قيمه الدايمتر المناظر او البارتكل سايز المناظر. طلعت مثلا يعني 2 مللي، ماشي. ف
ده معناه ايه؟ ان انا لو عندي منخل فتحته 2 ملي هيعدي 60% من وزن العينه دي، تمام كده؟ او معناها بصوره اخرى ان انا ان 60% من وزن العينه، 60% من وزن العينه مقاسهم مقاس حبيباتهم اصغر من 2 ملي. فده تعريف وده تعريف، واثنين هما حاجه واحده فعليا يعني. لان احنا ببساطه ممكن مثلا وبنفس الطريقه برضو الدي 10 باجي عند 10% على المحور الراسي وامشي افقيا لحد ما ايه مقابل المنحنى وبطلع الايه القطر المكافئ. فالقطر ده مثلا طلع 0.05 مثلا يعني، طب انا ما عنديش منخل اسمه 0.05، فعشان كده ايه بنعبر عن بنقول دي 60 ده مقاس فتحه المنخل اللي يعدي مثلا 60 او 10% من العينه، او مقاس الحبيبه اللي 10% من العينه اقل منها. يعني طلع مثلا قدام الدي 10 ده 0.05 ملي، معناه ايه؟ معناه ان 10% من وزن العينه وزن مقاس حبيبتها اصغر من 0.05، اقل من 0.05. كده واضحه يا جماعه؟ يبقى ال فبمنتهى البساطه اليونيفورمتي كوفيشن ده انا بحسبه هو النسبه ما بين دي 60 على دي 10. طبعا كل ما كان قيمه السي يو قليله كل ما كان ده معناه ان التربه تدرجها سيء، او بتكاد تكون حاجه اسمها يونيفورم سويل او سويل ويونيفورم بارتكلز. وكل ما كان قيمه اليونيفورمتي كوفيشن عاليه ده معناه ويل جريد السويل، يعني تربه متكونه من ايه؟ من سايزز مختلفه، يعني فيها تضارب كويس. ليه؟ حد يقدر يقول لي ليه؟ ليه كل ما قيمه السي يو دي تعلى كل ما ده كان كويس؟ وليه كل ما بتقل كل ما كان ده ليه امبليكيشن سيء على الايه؟ التربه بتاعتك. لو تخيلتوا بصوا على المنحنى الازرق اللي انا رسمه ده. لو تخيلنا ان احنا عندنا تربه ثانيه المنحنى بتاعها بالشكل ده. الاحمر ده فرضا يعني ان انا طلعت الدي 60 خلينا نكتب مثال ده كده طلع مثلا 1 ملي، طلعت الدي 10 طلع نص ملي، طلعت الدي 10 طلع نص ملي، يبقى انا عندي الدي 60 بتساوي 1 ملي. دي معناها ايه؟ ان 60% من وزن العينه اقل من 1، ودي 10 نص ملي دي معناها ايه؟ ان 10% من وزن العينه اقل من نص. يبقى ده معناه ايه؟ لو قلت لكم بقى نسبه الحبيبات اللي ما بين النص ملي وال1 ملي كام في الميه؟ ان اغلب العينه تبقى ساند. ايوه كام في الميه يعني؟ حد يقدر يقول لي؟ انا قلت دلوقتي ان 60% اقل من 1 20 دكتور. لا ثاني يعني 60% من وزن العينه اقل من 1 و10% من وزن العينه اقل من نص، يبقى اللي بين نص و1 ده كام في الميه؟ 50% بالظبط كده 50%. يعني انا معناه لما تكون قيمه السي يو صغيره معناها مثلا بالمثال اللي احنا شرحناه ان 50% من وزن العينه مقاسهم منحصر بين نص و1، يبقى ده معناه ايه؟ ان نسبه كبيره من وزن العينه مقاسهم قريب من بعض، فعشان كده كل ما كان السي يو قليله كل ما التربه بتقترب انها تكون حاجه اسمها يونيفورم سويل، يعني تربه ذات حبيبات كلها فرنج واحد كلها قريبه من بعضها. فالتربه دي بتبقى سيئه التدرج، التربه دي بيبقى تدرجها سيء. لو فاكرين احنا عرضنا في اول محاضره خالص الشكل ده، لو قلنا لو تخيلنا ان انا عندي التربه دي عباره عن مجموعه من السفيرز بارتكلز والسفيرز دي كلها نفس الدايمتر، يوم يحصل ان الفويدز بينها تكون ايه؟ هتكون كبيره. ليه؟ لان هو الفكره كل ما كانت التربه فيها مقاسات كبيره كتير، يعني فيها صغير متوسط وكبير، فاللي بيحصل ان الحبيبات الصغيره بتدخل تملى الفراغات بين الحبيبات الاكبر والاكبر وهكذا. لكن لما تكون التربه كلها عندي مقاسات واحده فطبعا الحبيبات ما تقدرش تدخل تلم الفراغات اللي بينها وبعضها لان هم كلهم قد بعض او قريبين من بعض يعني.
فكون ان دي 60 عدي 10 نسبته قليله او يقترب من واحد، ده معناه ان التربه دي فراغاتها كتير وبالتالي تبقى تدرجها سيء، وده انعكاس سيء على الخواص بتاعتها. يعني زي ما كنا لسه بنضرب المثال، لو تخيلت ان انا عندي دي 60.2 مللي، يعني عندي 60% من وزن العينه اقل من 2، ودي 10 مثلا 0.18، يعني 10% من وزن العينه اقل من 0.18، يبقى معنى كده ايه؟ ان 50% من وزن العينه مقاسهم بيتراوح ما بين 0.18 و 0.2، يعني ده رينج صغير جدا، وبالتالي بقول على التربه دي ان هي ايه؟ يونيفورم سويل. يونيفورم سويل دي تحديدا في الحاله بقى اللي هي ايه؟ الدي 60 بيكاد يكون قد الدي 10، يعني لو السي يو دي بواحد يبقى فعلا انا عندي يونيفورم سويل صريحه. وفي الحاله دي طبعا هتلاقوا الجزء ده من المنحنى ايه؟ شبه راسي. هتلاقوا الجزء ده من المنحنى شبه راسي. يبقى انا منحنى التدرج الحبيبي بتاعي كل ما كان واخد شكل الاس كيرف بصوره يعني فلات شويه او الميل بتاعه مريح شويه، كل ما كان ده ايه؟ افضل لتدرج التربه. ليه؟ لان ده انديكيشن او مؤشر على ان التربه بتاعتي فيها كل المقاسات، فيها المقاسات الصغيره والمتوسطه والكبيره. وبالتالي ايه انعكاس ده على السلوك بتاع التربه؟ ان الحبيبات الصغيره تدخل تملى الفراغات بين الحبيبات الكبيره، وبالتالي الفويد ريشيو تقل ومقاومه التربه تبقى اعلى. طيب المؤشر الثاني او الكوفيشنت الثاني اللي نعينه من على المنحنى حاجه اسمها الكوفيشنت اوف كيرفتشر. كوفيشنت اوف ايه؟ اوف كيرفتشر. هو النسبه ما بين دي 30 سكويرد مقسوم على دي 60 في دي 10. يعني خلوا بالكم دي 60 في دي 10 هما الاثنين في الايه؟ في المقام بتاع المعادله. يعني دي 60 على دي 10 مضروبين في بعض تحت، او دي 30 سكويرد لوحدها فوق. فدي 30 برضه بنفس الكونسبت، هدخل 30% لحد ما اقابل المنحنى وانزل راسيا لتحت اطلع الايه؟ قيمه الايه؟ الدي 30. طيب لما يكون المكون الرئيسي بتاع التربه دي رمل، واخد الرمز اس، فبقول على التربه دي انها ويل جريدد لما يكون قيمه السي يو اكبر من او يساوي 6، اند وعندي انا عاملها بالاحمر قيمه السي سي تتراوح ما بين 1 و 3 between 1 and 3. ليه اند دي عاملها بالاحمر كده؟ عشان لازم الشرطين يتوفروا مع بعض عشان اقول على التربه دي ان هي ايه؟ ويل جريد. لو شرط فيهم ما اتحققش يبقى التربه دي ايه؟ ما هياش جيده التدرج. طيب واقول على التربه دي انها بورلي جريدد لو كان قيمه السي يو اقل من 6، ده في حاله الرمل، او ان يكون السي سي خارج الرينج، يعني يا اما اقل من 1 يا اما اكبر من ايه؟ من 3. يعني نحسب قيمه وبعد كده بنعبر عنها او نشوف الايه، نحكم على التربه ان هي ويل جريدد او بورلي جريدد. لو كانت التربه دي المكون الرئيسي بتاعها جرافل فالموضوع مش متشابه، ما عدا بس ان انا هنا بقارن باربعه. هنا بقارن باربعه. يعني الاول على التربه انها ويل جريدد جرافل لو كان السي يو اكبر من او يساوي 4 واللينس بتاعت السي سي زي ما هي، او اقول عليها بول جريدد لو كان السي يو اقل من 4. طبعا 4 و6 و1 و3 الارقام دي كلها موجوده في الشارت الكبيره اللي احنا وضحناها في الاول، وقلنا ان هي هتكون موجوده في الـ لو في سؤال جه في الموضوع ده في الامتحان هتلاقوها حتى موجوده في الاساينمنت في الاخر. بس المهم نعرف ازاي نستخدم الشارت. دكتور اسعد، دكتور ايوه اتفضل. في الشارت بتاع الكود اللي حضرتك كنت لسه عارضه من شويه، ممكن أيوه. بس حضرتك مكتوب هنا في السي يو ان هو greater than 4، فهنا greater than ايوه وايكوال ولا من غير ايكوال؟ يعني احنا حقيقه يعني احنا يعني لما يكون مثلا حاجه في مشروع او حاجه زي كده، يعني اول ما تبقى السي يو باربعه وتعدي بنعتبرها ويل جريدد يعني. تمام. لان هي يعني بص يعني هو طبعا لازم نعرف ان منحنى التدرج الحبيبي ده مش حاجه يعني اكزاكت مرسومه، طبعا في نسبه ايه؟ خطا زي طبيعه مش يعني مش نسبه خطأ، مش عايز اقول عليه نسبه خطا عشان ما
ما تفهمش ان هي عدم دقة في المنحنى او كده، بس زي اي تجربة يعني. فيطلع معاك مثلا 4 3.99، ما اقدرش نقول عليه ان هو بقى يعني بورلي جريدد يعني، بالذات لما الاقي معاه برضو ان السي سي محقق الرينج اللي هو من 1 ل 3. فيعني بيبقى فيه دايما في الشغل يعني الهندسي لازم الجادجمنت تتحط يعني، او الحكم الهندسي، او يبقى فيه تقييم للمهندس للنتائج اللي طالعه له يعني. فاحنا بنعتبرها ابتداء من 4 او ابتداء من 6 اول جريدد يعني. يبقى الدي 60 ودي 10 عرفنا منهم الكونسبت او تعريف كلمه يونيفورم سويل. يعني يونيفورم سويل دي تعريفها ان الدي 60 بيساوي دي 10، يعني ده اللي هو التعريف الماثيماتيكال يعني الصريح. لكن زي ما قلنا لما القيمه تقرب من بعضها قوي بنلاقي ان الكيرف بتاعنا اشبه بان يكون ايه شبه راسي في المنطقه دي، تمام. وقلنا كل ما يكون منحنى التدرج الحبيبي الميل بتاعه مريح واخد الاس كيرف بتاعه الميل فلاتن كده، يبقى ده افضل لتدرج التربه. هنا بقى بنتعامل في الجزء اليمين ده مع نوع تاني من انواع التربه سيئه التدرج، برضو حاجه اسمها جابد سويل، التربه ذات الفجوه، او هي صوره من صور البورلي جريدد سويل. برضو لو تخيلت ان انا عملت منحنى التدرج الحبيبي وانا عندي هنا منخل 4.75 اتحجز عليه شويه حبيبات، المنخل اللي وراه كان 2.36، فهنا شويه حبيبات اتحجزوا على 4.75 وشويه عدوا. بس اتفاجئت بايه بقى؟ ان الشويه اللي عدوا من 4.75 برضو عدوا على 2.36، عدوا كلهم منه، وبرضو عدوا كلهم من 1.19، وجه شويه اتحجزوا تحت فين؟ على 0.6. حد يقدر يقول لي ده معناه ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي العينه عدت الاول على 4.75 شويه اتحجزوا، الشويه اللي اتحجزوا دول معناها ان مقاس حبيباتهم اكبر من 4.75، والشويه اللي عدوا اقل من 4.75. فانا متعود دايما ان ايه على كل ما ندخل شويه اتحجزوا شويه عدوا، شويه اتحجزوا شويه يعدوا. افرض بقى هنا ما فيش حاجه اتحجزت، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الحبيبات بتاع المقاسات ديت مش موجوده في التربه. يعني معناه ان بدل ما كنا نقول ان كان في شويه يتحجزوا فنقول ان الشويه دول مقاسهم اكبر من 2.36، لا ده يبقى التربه دي ما فيش فيها مقاسات اكبر من 2.36. يعني كل اللي عدى من 4.75 كان اقل من 2.36، فبالتالي كله عدى، وكان اقل من 1.19 فكله عدى، واتحجز في الاخر على كام؟ على 0.6. لما نيجي في مساله زي كده ونرسم منحنى التدرج الحبيبي يطلع فيه دروب افقي كده، حته افقيه كده. ليه؟ لان اللي عدى من 4.75 هو نفسه اللي عدى من 1.19، ما اللي عدى من هنا كله عدى من 1.19، وبالتالي ما بين 1.19 لحد 4.75 بنقول عليها انها تربه ذات الفجوه، يعني مفيش مقاسات للتربه ما بين الايه؟ ما بين 4.75 و 1.19. يعني ايه برضو؟ يعني التربه دي يا اما حبيباتها صغيره خالص يا اما حبيباتها كبيره جدا. فلو تخيلت ان انا عندي مجموعه من الحبيبات يا اما كبيره جدا يا اما صغيره جدا، فطبعا الحبيبات الصغيره هتدخل تملى جزء من الفراغات اللي بين الحبيبات الكبيره، بس طبعا الفراغات اللي بين الحبيبات الكبيره دي اصلا حجمها كبير، فكل نتيجة ان الحبيبات الصغيرة دي مالت جزء صغير من الفراغات، وبالتالي تفضل التربة برضو فراغاتها كبيرة، وبالتالي ده لي انعكاس سيء على الخواص بتاعتها. فده تاني صورة من صور البورلي جريد السويل، ان هي تربة ايه؟ ذات الفجوة، او تربة مقاساتها ناقصة، او في جزء من المقاسات بتاعتها مش ايه؟ مش موجود. ناخد مثال بقى عشان نعرف الموضوع مش معقد ولا حاجه. جيفن منحنى تدرج حبيبي بالشكل اللي شايفينه ده، والمطلوب ان انا اعمل كلاسيفيكيشن للعينه باستخدام الايه؟ اليو اس سي اس. فقلنا اول خطوه في التصنيف ده ان انا بعين البرسنتج اوف فاينز، بشوف نسبه المار من منخل
0.075 ملم. فهطلع هنا على 0.075 وشوف نسبة المر طلعت تقريبا 3%. يبقى معناها ايه؟ ها قلنا اقل من 50%، معنى كده ان الغالب على العينه ايه؟ رمل وايه؟ رمل وزلط. رمل وزلط إيه؟ الغالب عليها تربه غير متماسكه، يبقى السويل دي ايه؟ كويجنس. يبقى المين كومبوننت او البرايمري كومبوننت يا اما ساند ياخد الرمز اس، يا اما جرافل ياخد الرمز جي. نعرف ازاي هو اس ولا جي؟ هنيجي على المقاس الفاصل او البوردر ما بين الساند وجرافل طبقا لليو اس اس اللي هو كام؟ 4.75. فنطلع عند 4.75 وتطلع النقطه دي، نشوف نسبه المر المناظره 95%. فنخلي بالنا نعين النسب ازاي. يبقى الجرافل نسبته من اول 100 لحد الرقم اللي طلع لي، يعني 100 ناقص 95 يعني 5%. الرمل بقى ما اقولش عليه 95%، نخلي بالنا ليه؟ لان كان في نسبه فاينز مقدارها كام؟ 3%. يبقى الرمل نسبته كام؟ 95 ناقص 3 فيطلع نسبته كام؟ 92%. يبقى العينه دي بتتكون من نسبه فاينز 3%، رمل 92%، جرافل مقداره 5%. يبقى المكون الرئيسي ايه يا جماعه؟ رمل. يبقى العينه دي هديها الرمز اس كمكون رئيسي، ولسه ما خلصتش. الخطوه الثانيه قلنا بنشوف تاثير نسبه الفاينز على التصنيف. فنسبه الفاينز 3% يعني هتندرج تحت اول قسم اللي هو الايه؟ اقل من 5%. يوم اعمل تشيك اذا كانت العينه دي ويل جريدد تاخد رمز دبليو او بولي جريدد تاخد رمز بي. فاروح على طول اطلع الدي 10 طلع 0.1، يعني ايه دي 10؟ يعني 10% اهي. امشي كده لحد ما ايه؟ اخبط في المنحنى وانزل تحت. الدي 30 30% واشوف الدايمتر وهكذا الدي 60. حسبت السي يو او الواحد اللي هو الدي 60.37 على 0.1 3.7. ليه قارنت ب 6 مش 4؟ عشان المكون الاساسي هو الرمل. ايوه عشان المكون الرئيسي بتاعي هو الايه؟ الرمل. لو كان المكون الرئيسي جرافل يبقى كنت اقارن بكام؟ ب 4. ف 3.7 طبعا ايه؟ بعيده جدا عن ال 6. يبقى هنا انا مش محتاج ان انا احسب السي سي، لان خلاص هو طلع السي يو مش محقق شرط، فهي العينه دي بول جريد. مش هروح بقى لسه ابص على السي سي ولا حاجه. يعني لو في المساله لو ما طلعتوش قيمه السي سي، يعني لو واحد منهم طلع مش محقق الشرط فما حسبتش الثاني، ما تنقص عادي. لكن طبعا لو واحد منهم محقق لازم تحسب الثاني عشان نتاكد ان الاثنين متحققين. يبقى الرمل ده هنا ايه؟ بورلي جريدد. فبالتالي يبقى الكلاسيفيكيشن بتاع التربه في الاخر هيكون ايه؟ اس كمكون رئيسي، وبي ان هو ايه؟ بنوصفه ان هو بولي جريدد، واقول عليها بولي جريدد ساند. هو ده الاجابه اللي انا اكون منتظرها في المساله، بولي جريدد ساند. دكتور طيب. هو انت قلت اصلا الفرق ما بين الساند والجرافل المكون الاساسي فيهم، حضرتك ما قلتش اي نسب يعني. لا معلش سؤال تاني مش واضح بالنسبه لي. يعني قصدك امتى اعرف ايه المكون الرئيسي ساند ولا جرافل؟ من المنحنى التدرج الحبيبي. انا عندي دلوقتي بوردرز ما بين انواع التربه المختلفه. طبقا لليو اس سي اس المقاس اللي بيفصل بين الرمل والزلط هو 4.75، تمام كده؟ والمقاس اللي بيفصل بين الساند والسلت او الساند والفاين بارتكلز بصفه عامه هو 0.075. معايا كده؟ ف انا دلوقتي مطلع ان عند 0.075 نسبه المر 3%، فبروح عند 4.75 واطلع فوق لحد المنحنى وامشي افقيا طلعت النسبه انا طلعتها 95% تقريبا. يعني حد يطلع 94 ماشي، حد يطلع 96 ماشي، زي ما قلت لكم بتقيسوها بالشكل يعني. ف ازاي النسب دي استخدمها ال 95% و 3% عشان اطلع نسب الرمل والزلط؟ ها هيطرحوا اللي هو هيطرحوا بالظبط، لان الايه؟ اقل مقاس في الرمل بيعدي 3% واكبر مقاس في الرمل بيعدي 95%. يبقى نسبه الرمل كام؟
95 ناقص 3 تطلع 92. ماشي، انا قصدي حضرتك بس ان كام في المية بالنسبة للساند، واقول على العينة ديت ان هي اغلب المكون الاساسي فيها الساند، وكام في المية في الجرافل اقول على العينة دي ان هي اللي يطلع اكبر فيهم، ما هو انت اللي يطلع اكبر فيهم، ما فيش يعني طلع مثلا 47 و48، يبقى ابو 48 ده هو، يبقى هو المين يعني، ما فيش هنا اقل واكبر. ليه؟ لان الموضوع متغير طبقا للفاينز كونتنت. يعني افرض مثلا نسبه الفاينز طلعت 15% مثلا يعني، يبقى انت عندك الرمل والصلات على بعض 85%، تمام، بتطلع نسبه ده ونسبه ده من المنحنى، ما فيش بقى خط فاصل، يعني اللي يطلع اكبر فيهم يبقى هو المكون الرئيسي. تمام كده واضح؟ طيب المثال الثاني مختلف شويه، والاختلاف اللي فيه جاي من ايه بقى؟ ان انا لما اجي عند 0.075 زي ما قلنا دي اول خطوه في التصنيف، هشوف عند 0.075 كام؟ فطلعت تقريبا 31%، اللي هكتبها 30 ماشي، مفيش مشكله، الموضوع بسيط يعني. فنسبه الفاينز 31% برضو اقل من 50%، يبقى برضو التربه دي الغالب عليها ان هي يا جماعه ان هي رمل وصلات، يبقى التربه دي كوهيجنس. يبقى تاخد يا اما الرمز اس يا اما الرمز جي. بنفس الطريقه طلعت نسبه الرمل طلعت 15، طلعت نسبه الجرافل طلعت 54، يبقى الجرافل هو الايه؟ هو الغالب، هو اللي اكتر من الرمل. فيبقى السويل دي هقول عليها المكون الرئيسي كام؟ جي. الخطوه الثانيه هبص على نسبه الفاينز. معلش دي بس طيبو، دي 31% بس، تمام كده؟ فاكتر من 12، الحاله اللي اكتر من 12 دي يبقى انا ايه؟ ما ببصش بقى اذا كانت هي ويل جريدد او بول جريدد. اكتر من 12% اهو جيبن في المساله معاه الليكويد ليميت بكام والبلاستيك ليميت بكام. يعني اكني خدت الجزء ده ال 30% دول اللي هم عدوا من 0.075، عملت لهم اختبارات ليكويد ليميت وبلاستيك ليميت. يبقى اذا الليكويد ليميت 55% والبلاستيستي اندكس نركز هي 55 ناقص 35. محدش يستخدم كذا جراند شارت بالبلاستيك ليميت. يبقى البلاستيستي اندكس 55 ناقص 35. فتطلع البلاستيستي اندكس 20%. لما ندخل ده ونقارنه على الاي لاين وبتاع، فهتلاقوا النقطة تحت المنحنى. هتلاقوا النقطة تحت الخط قصدي. يبقى الكوهيسيف كومبوننت الجزء المتماسك في العينة الغالب عليه سيلت. يبقى المين كومبوننت جي والسكندري كومبوننت سيلت أو إم. فهدي الرمز إيه؟ جي إم. وجي إم دي تنطق إزاي؟ سيلتي جرافل. وطبعًا سيلتي جرافل يعني معنى كده المكون الرئيسي في التربة في الجزء الناعم يعني أو الجزء اللي هو المتماسك هو سيلت. وواضح طبعًا إن الهيدرومتر أناليسيز بيأكد التوصيف. ليه؟ لان احنا عارفين ان مقاسات الطين اقل من 2 من 1000، اقل من 0.002، فواضح طبعا ان نسبه الطين صغيره جدا حوالي 2-3%، وان الغالب على الجزء المتماسك هو الايه؟ هو الايه؟ السلت. طيب هننقل بقى على التصنيف الثاني، هو الاستو كلاسيفيكيشن سيستم. برضو شكل الشارت كده يخض، لكن هو موضوع سيستماتيك جدا، والشارت طبعا جيفن في الامتحان برضو لو في سؤال في الموضوع ده. هم بيدوا قلنا الاشتو ده بيستخدموه في تصميم الطرق عشان نوصف التربه المستخدمه تحت السب جريد، تحت طبقه الدقشوم في الطرق يعني. فهنا بيدي الطرق التربه كلاسيفيكيشن او رموز يعني مختلفه شويه، مش اس ام واس جي والكلام ده. بيدي A1 A1B A3 A24 A25 A4 5 وهكذا. وفي يعني زي عند كل نوع من التربه في معايير للتصنيف او معايير يعني مجموعه شروط تقدر تقول عليها مجموعه شروط، لو اتحققت يبقى هقول على عينها دي A1A. يعني مثلا A1A دي او اقول على عينها بتاعتي انها A1A لو كانت نسبه المار من منخل 2 مللي 50 ماكسيمم. يعني ايه كلمه 50 ماكسيمم؟ يعني بحد اقصى 50%، يعني اقل من او يساوي 50%، عشان ساعات 50 ماكسيمم دي الناس ايه يجي في ذهنها بالخطا اكتر من 50%. لا، 50 ماكسيمم دي معناها يعني بحد اقصى
50%، يعني اقل من 50% ماشي، لحد 50% ماشي، لكن 51% يبقى ما ينفعش. يبقى ده اول شرط. الشرط الثاني في التربه اللي هي A1A ان يكون نسبه المر من منخل 0.42 30% ماكسيمم، يعني 30% او اقل، وان يكون المنخل المر من منخل 200 اللي هو 0.075 75 مايكرون. الميو دي اللي شايفينها دي مايكرون، المايكرون ده ايه؟ 1 على 1000 مللي. فلما اقول 75 مايكرون معناه 0.075 مليمتر، يبقى النسبه دي 15% ماكسيمم، يعني حد اقصى 15%. وايه تاني؟ وعين بيقول ان الليكويد ليميت ملوش شرط، هنا مفيش حاجه قصاد الليكويد ليميت، زيرو. البلاستيستي اندكس، معلش هم مش قصاد بعض، لكن هو البلاستيستي اندكس 6% ماكسيمم، يعني بحد اقصى 6%، يعني اقل من 6% ماشي، لحد 6% ماشي. يعني انا عشان اقول ان التربه دي اسمها A1A لازم كل الشروط يتحقق. لو في شرط فيهم ما اتحققش يبقى التربه دي ما اقدرش اقول عليها ان هي ايه؟ A1A. طيب انا بستخدم بصنف التربه باستخدام الاشتو وجدول الفظيع ده ازاي؟ عمليه تراين ايرور، يعني بتجرب لحد ما توصل للتصنيف بتاع التربه. بنجرب ازاي؟ بنبدا من اول كولوم على الشمال، ولازم نبدا بنفس الطريقه تمام، ونقعد نبدا من الشمال كده نمشي لحد ما نوصل للتصنيف اللي احنا ايه ال- 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 الرمز اللي يتحقق الشروط بتاعته كلها. يعني ايه؟ يعني ببساطه انا هبدا ب A1A، وانا الشرط عندي بيقول ان نسبه المار من منخل 2 مللي تكون بحد اقصى 50%. افرض انا من حاله تدرج الحويبي اللي عندي بيقول ان نسبه المار من 2 مللي 70%، يبقى اذا الشرط ده ماله؟ مش متحقق، مش متحقق، ما كملش اشوف الباقيين، خلاص يبقى التربه دي ليست A1A. اقوم انقل على اللي بعديها، على الكولوم اللي بعديه، اشوف A1B دي متحقق الشروط بتاعتها كلها ولا لا. تيجي مثلا عند A1B دي ما فيش هنا شرط يخص ال 2 مللي، ما مش حاطط هو كريتيريا، مش حاطط شروط، خلاص يبقى مش هبص عليها. اول حاجه هتقابلني هو بيقول لي ان التربه دي عشان اقول عليها A1B لازم يكون نسبه المار من منخل 0.42 ملم بحد اقصى 50%. لقيت 40%، انا بقى المنحنى بتاعي 40%، يبقى الشرط بيتحقق ولا لا؟ بيتحقق. وما اعمل ايه؟ انقل على الشرط اللي بعديه. لقيت نسبة المار من منخل 75 مايكرون اللي هو 0.075، هو الشرط بيقول لي او الشرط بتقول لي 25% ماكسيمم، انا لقيتها 30%، يبقى خلاص في شرط من شروط A1B مش بتحقق، يبقى هي مش A1B. ما كملش اشوف بقى ده ايه اخباره ايه، ما خلاص بدل في شرط مش بتحقق يبقى انقل ايه على اللي بعديه، وهكذا اقعد اشوف الشروط بتاعتي من نوع للتاني. وطبعا التشارت ديزاين بطريقه ان هي طبعا كل تربه ليها تصنيف واحد، كل تربه ليها تصنيف واحد. احنا في الامتحان هنعمل ايه، او في مساله الشيت او في المسائل اللي هنشوفها دلوقتي، بنمسك من اول كولوم ونشوف الشروط بتاعته ونمشي كولوم ورا الثاني لحد ما نلاقي كولوم الشروط بتاعته كلها متحققه، ما كملش خلاص، يبقى لان هو التشارت دي مصممه ان كل نوع تربه هيكون ليه تصنيف واحد، مش هينفع يبقى فيه تصنيفين لنفس التربه. لو انت بقى مثلا يعني جيت عند 8 و4 مثلا، يعني لقيت كل الشروط متحققه، لو انت واثق في نفسك يعني في الاجابه بتاعتك خلاص ما كملش المساله، عايز تكمل يبقى ده من باب التشيك ان مفيش حاجه ثانيه تنفع، لان انت لو لقيت حاجه ثانيه تنفع يبقى في غلطه، لو لقينا حاجه ثانيه تنفع يبقى في غلطه، لكن لو احنا واثقين في اجابتنا واثقين ان احنا مشينا صح يبقى الكولوم اللي نلاقي شروطه كلها متحققه خلاص، يبقى هو ده، هي دي السؤال بتاعتي، ما كملش اشوف الباقيين، ما كملش اشوف الايه، اشوف الباقيين. هتلاقوا الرموز اللي هي شكلها غريب شويه، A1 وA3 بيوصفوا التربه الجرانيولر. كلمه جرانيولر دي يمكن جديده شويه، هي برضو مكافاه لكلمه التربه غير المتماسكه او التربه ذات الحويبات الخشنه، كورس جرين سويل، يعني يتقال عليها كوهيجنس ماشي، يتعلق لها جرانيولر ماشي، تربه حبيبيه.
والاصناف او الرموز من اول A2 و4 و5 و6 و7 دي بتخص التربه الايه؟ التربه المتماسكه السيلت والكلي ماتيريالز. حتى هو بيدي في الاخر التكوين الغالب، يعني التربه A1 دي التكوين الغالب بتاعها ستون فراجمنتس وجرافل وساند، A3 الغالب عليها فاين ساند، التربه A2 بكل تصنيفاتها سيلتي اور كلي جرافل اند ساند، وبعد كده هنا سيلتي سويلز والجروبس دي كلي سويلز. في معيار كده من ضمن الشروط حاجه اسمها جروب اندكس، ما تهتموش بيه قوي، يعني احنا يعني هي حاجه تخص شويه تصميم الطرق، فاحنا بنركز على الشروط اللي تخص الايه؟ التربه المنحنى الطرق الحبيبي والاتربليونز. هنروح على مثال وهستاذنكم بس انا هنقل على الفيو الطبيعي عشان نفهم ده ازاي، عشان بس نبقى شايفين الشرط واحنا بنشتغل. يعني هيبقى جيب المنحنى زي ده، والمطلوب ان احنا نوصف العينه باستخدام الايه؟ الاشكال. فقدامنا الجدول زي ما اتفقنا. انا عندي مجموعه معايير ومجموعه شروط، ببدا من اول كولوم واقعد امشي لحد ما اوصل للكولوم بتاعي. فهو طالب هنا ان انا اعين او اشوف نسبه المر من منخل 2 مللي، فبروح على المنحنى بتاعي واروح على 2 مللي، اطلع لحد فوق لقيت النسبه دي كام؟ تقريبا 99%. وبعدين هو بيسال على 0.42، ممكن اجهز الحاجات دي في الاول قبل ما ابدا المساله. 0.42 ملم نسبه المر بتاعها كام؟ هطلع عند 0.42 لقيت النسبه تقريبا 96%. 0.075 نسبه المر بتاعها كام؟ 93%. وبعدين جيبهم في المساله برضو قيمه الليكويد ليميت 60% وقيمه البلاستيك ليميت 20%، يعني البلاستيستي اندكس كام؟ 40%. تعالوا نمشي بقى على التصنيف واحده واحده كده. نبدا من A1A، بيقول لي هنا ان نسبه المر من المنخل 2 مللي لازم تكون بحد اقصى 50%. ها انا عندي كام؟ 99. يبقى شرط اتحقق ولا لا؟ لا ما اتحققش. ما حققش، ما كملش. شرط ما اتحققش يبقى ما كملش، لان لازم يكون الشروط كلها متحققه عشان اقول على الرمز ده. ما كملش اشوف بقى ده ايه وده اكبر ايه. انقل على بعديه على طول عشان وقت المساله. A1B، اول شرط هيقابلني نسبة المر من منخل 0.42 50% ماكسيمم، يعني حد اقصى 50%. انا عندي كام؟ عندي 96. ما تحققش برضه. ما تحققش برضه، يبقى العينة دي مش A1B. انقل على A3، اول حاجة هتقابلني نسبة المر من منخل 0.42 51% مينيمم، يعني حد ادنى 51%. انا عندي كام؟ يبقى كده اتحقق. ممكن، لان هو الشرط بيقول لي على الاقل 51%، يعني 51 ماشي، 55 ماشي، 70 ماشي، 96 ماشي، يبقى ده الشرط اتحقق. نيجي ننقل على تحتيه، نتحرك رأسيا لتحت، بيقول لي نسبه المار من منخل 200 10% ماكسيمم، يعني بحد اقصى 10%. انا عندي كام؟ عندي 93. يبقى متحقق ولا لا؟ لا مش متحقق. يبقى خلاص، يبقى A3 دي مش هكمل فيها. أنقل على بعديها. A24، أول حاجة بتقابلني نسبة المر من منخل 200 35% ماكسيمم. أنا عندي كام؟ برضه ما اتحققش 93. برضه ما اتحققش، لأن 35% ماكسيمم هي معناها حد أقصى 35%. أنا عندي 93، يبقى مش متحقق. وبالتالي A24 إيه؟ مش متحقق. A25 35% ماكسيمم برضو، يبقى برضو ايه؟ مش متحقق. A26 35% ماكسيمم، مش متحقق. A27 نفس الكلام، مش متحقق. ادخل على A4 الاقيه بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان نسبه المار من منخل 200 36% مينيمم، يعني بحد ادنى 36%. انا عندي كام؟ 93. متحققش. يبقى ما ننساش انا واقف عند A4 اهو. استنى واحدة. واقف عند A4 حد ادنى 36%، انا عندي 93، يبقى A4 الشرط ده متحقق. انقل بعد كده على اللي بعديه،
خلي بالكوا بس القيمتين دول مش مكتوبين قدام ال يعني قصاد التانيين، يعني اول رقم ده هو الليكويد ليميت، والرقم اللي تحتيه هو بتاع البلاستيسيتي اندكس. فانا هنا في A4 بيقول لي في A4 دي الليكويد ليميت 40% ماكسيم، بحد اقصى 40%. انا عندي كام؟ عندي 60 ما اتحققش برضه. يبقى مش بتحقق. تمام، اجيب لكم يعني بدل المثال ده اصعب حاجه عشان ايه نعرف ازاي استخدم الشارت. يبقى ما كملش اشوف ده اخباره ايه، انقل على بعديه. اللي بعديه دايما بيبقى فيه تريك ان واحد يعني يلاقي مثلا وصلنا لحد هنا ما اتحققش، ينقل على بعديها يوم يبدا من هنا. لا، يبدا من فوق خالص، اكنك بتشوف العينه من اول جديد، اكنك بتشوف العينه من اول جديد. A5 بيقول لي هنا نسبه المر من مدخل 200 36% مينيموم، يعني حد ادنى 36%، انا عندي 93 يبقى الشرط ده بيتحقق. هنا بيقول لي 41% مينيمم للليكويد ليميت. ها؟ ما حققش. يبقى متحقق. البلاستيسيتي اندكس 10% ماكسيمم. يبقى ده ما اتحققش. يبقى مش متحقق لان انا عندي البلاستيسيتي اندكس كام؟ 40%. قوم انقل على ايه؟ على الاي 6. نسبة المار من مدخل 200 36% مينيمم متحقق. 40% ماكسيمم ليكويد ليميت مش متحقق لان انا الليكويد ليميت عندي 60. يبقى انا ما بقاش قدامي غير A7. طبعا لو في الامتحان وصلنا لـ A7 وبرده مش متحقق يبقى في غلطه في اللي فات، يبقى نرجع تاني لايه، نراجع. فنلاقي في A7 نسبه المار من مدخل 200 36% مينيمم، يعني حد ادنى 36%، انا عندي 93 الشرط متحقق. بيقول لي الليكويد ليميت 41% مينيمم، يعني حد ادنى 41%، انا عندي 60% يبقى الشرط متحقق. بيقول لي البلاستيسيتي اندكس 11% مينيمم، انا عندي كام؟ 40%. يبقى متحقق ولا لا؟ متحقق. يبقى في الاخر احنا وصلنا ان هذه التربه يطيب ما تصنفها طبقا للاشتو ان هي الكلاس بتاعها A7 او بيتقال عليه clay soils، تربه طينيه. وزي ما قلت لكم الجروب اندكس ده مش يعني ريليتد اكتر لتصميم الطرق، فاحنا مش يعني او يعني بيوند السكوب بتاع الكورس يعني، فبنصنف في الحاجات اللي تخص الايه، منحنى التدرج الحبيبي والاتم بليمز. طيب هناخد برضو بالاشتو مثال تاني برضو بسيط. معلش هحط كده. بطلع المعلومات دي الاول من المنحنى قبل ما ابص على الشارت. فاللي عدى من 2 مللي 71%، من 0.42 مللي 32%، كل ده من المنحنى اللي على الشمال ده، من 0.075 مللي 13%، جيفن في المساله الليكويد ليميت 40% والبلاستيستي اندكس البلاستيك ليميت 20%، فبالصدفه هنا الايه البلاستيستي اندكس برضو ايه 20. طيب هنيجي على اول كيس. اللي عدى من 2 مللي الشرط بيقول لي حد اقصى 50%، انا عندي 71 يبقى الشرط مش هتحقق. انقل على A1B، اول شرط يقابلني 0.42 مللي حد اقصى 50%، انا عندي 32 يبقى الشرط ده متحقق. انقل على بعديه اللي معدي من مدخل 200 حد اقصى 25%، انا عندي 13% يبقى الشرط برضو ايه متحقق. اول حاجه هتقابلني بعد كده البلاستيستي اندكس، خلي بالكوا هنا مفيش حاجه للليكويد ليميت، يبقى انقل على البلاستيستي اندكس على طول. هو بيقول لي حد اقصى 6%، انا عندي الحد البلاستيستي اندكس كام؟ 20%، يبقى الشرط ده ايه مش متحقق. نيجي ننقل على A3، بيقول لي ان اللي عدى من 0.42 ملم يكون حد ادنى 51%، انا عندي هنا كام؟ 32%. هو بيقول لي حد ادنى 51%، يبقى الشرط ايه غير متحقق، يبقى ما كملش الباقي. اروح على A24 الاقي بيقول لي هنا نسبه المار من مدخل 200، ده اول شرط بيقابلني، حد اقصى 35%. ها انا عندي النسبه كام؟ ها انا عندي النسبه كام؟ عندي 13. 13 هو الشرط بيقول حد اقصى 35%، يبقى النسبه دي او الشرط ده متحقق. الليكويد ليميت
حد اقصى 40% وانا عندي 40%، يبقى الشرط بيتحقق ولا لا؟ اه يعني كلمه حد اقصى 40% دي معناها ان انا لحد 40 ماشي، وكلمه حد ادنى 51% يبقى 51 ماشي. اوكي، عشان دايما البورده دي بتلخبطنا. فانا عندي الشرط بتاع الليكويد ليميت متحقق. هنا بيقول لي بقى البلاستيستي اندكس حد اقصى 10%، انا عندي 20%، بقى انا ايه ال8 و4 مش متحققه. لو مشينا على 8 و5 هنلاقي ان هو بيقول لي هنا المنخل 235% ماكسيم متحقق. هنا بقى بيقول لي على الليكويد ليميت 41 مينيمم، يعني حد ادنى 41، انا عندي 40، يبقى الشرط غير متحقق، يبقى 8 و5 ايه مش نافعه. ان على 8 و6 هتلاقوا بقى كل الشروط متحققه، 35% ماكسيمم للفاينز ماشي، 40% ماكسيمم ليكويد ليميت ماشي، 11% مينيمم للبلاستيستي اندكس ماشي. يبقى وصلت ل 8 و6 ولقيت شروطها كلها متحققه، يبقى العينه دي 8 و6 وما كملش الباقيين، مفيش داعي ان احنا نكمل الباقيين الا لو كنتوا عايزين تعملوا تشيك على نفسكم في الامتحان. مش كده يا جماعه؟ واضح التصنيف بتاع الاشتو؟ تمام. اخر جزء ده بس مجرد 2 سلايدز مش اكتر من كده ونقفل المحاضره. التصنيف بناء على الكود المصري، زي ما قلنا تصنيف الكود المصري مهم لان بتتعاملوا مع الايه معظم المشاريع داخل مصر بتكون التصنيف والديزاين والقيم التارجت مثلا فاكتور سيفتي لو في حاجه فيها ديزاين او كده بتكون طبقا للكود المصري، فمهم جدا نفهم التصنيف طبقا للكود المصري. طبعا يعني نسبه كبيره من تقارير السويل اللي بتطلع في مصر بتكون باللغه العربيه، فيعني الموضوع يعني سهل نفهم الاكسبريشنز الانجليش او نترجمها عربي. يعني تلاقوا مثلا ايه طب متوصفه رمل به اثار طمي، رمل طمي مع بعض اصدرت، تمام. فكلمه اثار وبعض وطمي والحاجات دي، او ممكن يقول مثلا رمل وزلط، فالحاجات دي مش متقاله كده يعني اي حد بيوصف ولا حاجه وخلاص بيقول اي كلام، لا الحاجات دي ليها بيزز يعني بنطلعها برضو بناء على منحنى التطرف الحبيبي. ان انا اقول رمل وزلط دي تفرق عن ان انا اقول رمل زلطي او اقول رمل به بعض الزلط او رمل به اثار زلط. فعندنا ايه فور كلاسز كده زي ما شايفين. فالتصنيف بالكود المصري بيعتمد على ان انا عندي برايمري كومبوننت وسكندري كومبوننت، يعني مكون رئيسي ومكون ايه ثانوي. المكون الثانوي ده بنقول عليه اما تريسز اثار، ده لو كان نسبه المكون الثانوي تتراوح من 1 ل 5%. يعني لما اقول مثلا ساند وتريسز اوف سيلت، يعني رمل به اثار من الطمي، ده معناه او هقول كده لما الاقي نسبه السيلت في العينه تتراوح من 1 ل 5%. او اقول صم او بعض امتى؟ لما يكون نسبه المكون الثانوي تتراوح من 5 ل 15%. يعني لما اجي اقول مثلا clay with some sand، ده اقول عليه كده امتى؟ لما يكون نسبه الرمل من 5 ل 15%، يبقى ساعتها اقول عليه ايه clay with some sand. او ان انا استخدم adjective، استخدم توصيف، ده امتى؟ لما يكون السكندري كومبوننت تتراوح نسبته من 15 ل 35%. يعني ان انا اقول ايه سيلتي كلاي. خدوا بالكم هنا بقى ايه المكون الرئيسي ما جاش في الاول، جه في الاخر اهو، يعني هنا كلاي هو الاساسي والمكون الثانوي جه ايه اسمه في الاول سيلتي كلاي، ده معناه ايه طين طمي. فبقول كده امتى؟ لما اكون الاقي نسبه السيلت في العينه تتراوح من 15 ل 35%. واخيرا السكند كومبوننت بيتراوح نسبته من 35 ل 50%، فبستخدم اند او و بالعربي. يعني فلما اقول ساند اند سيلت يبقى ده معناه نسبه السيلت تتراوح من 35 لايه ل 50%، يبقى ساعتها المكون الثانوي نسبته نسبيا عاليه، وبالتالي بقول رمل وزلط قصدي او رمل وطمي مثلا. يعني طيب
الاساس في منحنى التدرج في التصنيف باستخدام الكود المصري هو ايه؟ منحنى التدرج الحبيبي، ومعاه برضو طبعا الاتريبيوت ليميتس اساسي طبعا يعني، لكن معاه برضو الفحص البصري، ده حاجه مهمه جدا. ليه الفحص البصري مهم؟ فاكرين التجارب اللي خدتوها في الموضوع الفحص البصري ده؟ خدناها في السكشن ولا في المحاضره ولا فين؟ اعتقد خدتوها في اول في السكشن. فمن ضمن الاختبارات دي مثلا ان انا لو عندي عينه تربه متماسكه صح، بنعرف الطمي من الطين ازاي واحنا بنصنف ظاهري كده، ان بنقول الطين ليه ملمس ناعم مش كده، اكتر من الطمي، ده ناتج طبعا الطين ايه، حبيباته ناعمه جدا تمام، والطين ده لو حطيت عليه حطينا عليه شويه ميه تحس العينه ايه يعني روبت في في في, في ايدك واحنا بنصنف، يعني بقت حاجه ناعمه جدا، بقت اقرب للوحل مثلا او حاجه زي كده. بنستخدم ساعات التوصيف الظاهري او الاختبارات الظاهريه في بعض المشاريع، لما بيكون ساعات رسم الجزء الخاص بالهيدرومتر ده يعني مش هقول مش مطلوب، بس ساعات بياخد وقت، يعني الجزء ده من التجربه اللي هو بتاع الهيدرومتر بتاخد وقت شويه، في المقابل الجزء بتاع السيف بيخلص ما فيش، يعني تجربه السيف دي مش محتاجه بس اكتر من احنا نستنى نجفف العينه، لكن غير كده هو التجربه نفسها تاخدش وقت يعني، لكن تجربه السيف طبعا بتاخد ايه وقت عقبال ما يعمل يحصل سيديمنتيشن للسويل وحاجات زي كده. فساعات في بعض المشاريع لما يكون عدد العينات كبير بنستعيض عن الجزء ده من الكيرف، يا اما ان انا اعمل اتب ليميتس لو كانت النسبه عاليه، يا اما بستخدم الفحص البصري او الفحص الظاهري في ان انا اعرف هل العينه دي غالب عليها الجزء المتماسك بتاعها، يعني هل غالب عليه طبي ولا بطين. يعني دي باك جراوند بس يعني من ناحيه براكتيكال شويه، لكن يعني في مساله هيبقى جيب قدامنا منحنى تدرج حبيبي كامل، وهنطلب التصنيف باستخدام الايه الكود المصري، وبرده هندي الـ يعني حاجه مشابهه لده ك يعني اساس للتصنيف، عشان برضو مش يعني ما بعملش ان انا اطالبكم بحفظ ارقام كتير او كده، لان الحاجات دي موجوده في الكود، يعني ما تبقوا مهندسين ان شاء الله وتشتغلوا بيها اسهل، ما حدش يعني بتحفظ مع الاستخدام، يعني الحفظ بيجي مع استخدام الحاجات كتير، لكن لو في الاول تفتح الكود تطلع الارقام دي وتشتغل بيها مفيش مشكله. فالشكل ده او حاجه مشابهه ليه هتكون جيفن في المساله يعني. فالمنحنى اللي قدامي ده بطلع منه اول خطوه في التصنيف الكود المصري، طلع منه نسب المكونات المختلفه، نسبه الطين كام، فهروح عند 0.002 اللي هو مقاس الفاصل بتاع الطين، واطلع النسبه بمناظره، فتقريبا مثلا 1% يعني 1-2% حسب ما كل واحد تقديره يعني. نسبه الطمي سيلت هطلعها ازاي يا جماعه؟ لو احنا رحنا عند ازاي طلعت النسبة السيلت 29%، حد يقدر يقول لي؟ خلوا بالكم في تصنيف الكود المصري الحد الفاصل ما بين السيلت والسانت 0.06. ايوه برافو عليك، يبقى الحد الفاصل بين الطمي والرمل 0.06 مش 0.075، فده بيعمل شوية فروق ما بين التصنيف الايه؟ ما بين اسس التصنيف، وانا بصنف العينه بستخدم يو اس سي اس يبقى اشتغل على 0.075، وانا بستخدم الكود المصري بستخدم اشتغل على كام؟ على 0.06. فهاجي عند 0.06 وانزل لحد ما اقابل المنحنى الاقي تقريبا نسبه يعني في حدود 30% مثلا. 30% دي بتمثل كل نسبه الطين والطمي. لكن انا طلعت نسبه الطين تقريبا 1%. يبقى اذا نسبه الطمي اكنها كام؟ اكنها 30 ناقص الواحد، فتطلع كام؟ فتطلع 29%. طيب نسبه الرمل طلعها ازاي؟ اروح على الحد الاقصى لنسبه لمقاس الرمل، انا بشتغل هنا كود مصري، الحد الاقصى لمقاس الرمل 2 مللي مش 4.75 دي كانت تخص مين؟ تخص اليو اس سي اس، يعني عشان كده بنقول اسس التصنيف فيها شويه اختلافات. فانا هاجي هنا وانا بصنف بالكود المصري هاجي عند 2 مللي لحد ما اقابل المنحنى، وبعدين امشي افقيا
ألاقي إن أعلى نسبة أو أعلى مقاس في الرمل بيناظر نسبة كم؟ 31%. طيب أقل مقاس في الرمل كان بيناظر كم؟ تقريبا 30%. هنا كان 41 وهنا 30، فتقوم تطلع نسبة الرمل كم؟ 41 ناقص 30 تطلع كم؟ تطلع 11%. وأخيرا نسبة الجرافل، فأدي أقل مقاس في الجرافل 2 ملي نسبته 41%، أعلى مقاس في الجرافل إحنا نفترض إن هو 100% يعني، تمام؟ فيطلع نسبة الجرافل 100 ناقص إيه؟ 41 تطلع كم؟ 59%. يبقى دي أول خطوة في التصنيف باستخدام الكود المصري، إن أنا طلعت نسب الإيه؟ المكونات المختلفة. من النسب دي كده، إيه هو البرايمري كومبوننت في السويل دي؟ الجرافل. أعلى نسبة هي نسبة مين؟ نسبة الجرافل. صح كده؟ يبقى البرايمري كومبوننت أعلى نسبة فيه. مفيش هنا بقى يعني إن أنا أقول أكتر من 50 وأقل من 50، لا، أنا بطلع نسب الأربع مكونات، تمام؟ واللي أكبر فيهم يبقى هو الإيه؟ مش شرط يطلع أكتر من 50%. اللي أكبر فيهم يبقى هو ده البرايمري كومبوننت. ماشي كده؟ طيب السكند كومبوننتس بقى، هنا كومبوننتس مش كومبوننت، لان انا عندي اكتر من مكون. عندي كلي نسبته 1%. لما نرجع للسلايد اللي فاتت قلنا من 1 ل 5% بنقول عليه ايه؟ تريسز، يعني اثار. يبقى الكلي تريسز. طيب السيلت نسبته كام؟ 29%. نرجع للسلايد اللي قبليها، 29 دي بتقع في الرينج بتاع 15 ل 35، يبقى تاخد ايه؟ ادجكتيف، يعني ايه؟ هنقول عليه سيلتي، تمام؟ طيب نيجي للرمل، الرمل نسبته كام؟ 11%، صح كده؟ 11% تقع من كام؟ من 5 ل 15، يبقى اقول عليه كام؟ صم. يبقى ادي نسب المكونات الثانويه، الكلي تريسز، السيلت سيلتي، والساند اقول صم. يبقى اذا في النهايه التصنيف هقول عليه بالمنطوق يعني او بالكلام، هقول ايه؟ هقول سيلتي جرافل with some sand and traces of clay، يعني زلط طمي مع بعض الرمل واثار من الطين، مع بعض الرمل واثار من ايه؟ الطين. العينه دي نفسها كده لو انا رحت صنفتها باستخدام اليو اس تي اس تطلع ببساطه نسبة الفاينز بتاعت، على فكرة ده نفس المنحنى اللي احنا درسناه لو حد منكم خد باله يعني، بس اشتغلنا على الحد الفاصل ما بين الرمل وزلط 4.75، واشتغلنا على الحد الفاصل بين الرمل والطمي في اليو اس سي اس كم؟ 0.075، تمام؟ لو مشينا نفس المثال ده الشرح يعني النهارده، تمام؟ كان تصنيف العينة طبقا لليو اس سي اس جي ام سيلتي جرافل، فتلاقوا التصنيف ايه؟ في الاخر النتيجة مش بعيدة. يعني الكود المصري فيه شيء من التفصيل الزياده شويه في شرح السكندري كومبوننتس، يعني اليو اس تي اس بيركز على الحاجات الرئيسيه، فهو قال عليه سيلتي جرافل، ده المكونات الرئيسيه سواء في الجزء الفاين جريند او في الجزء الكورس جريند. الكود المصري بيدي يعني توصيف اكتر شويه، بياخد في اعتباره كل المكونات الثانويه سواء كانت ايه، حتى لو كانت نسبتها قليله، فهم في الاخر هم اثنين سيلتي جرافل يعني. وبرده الكود المصري بيستخدم زي ما قلت لكم لما يكون عندي نسبة مواد ناعمة كتير، لو الجزء ده من المنحنى مش مرسوم فرضا يعني، وانا مدينكم بس الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت، لو فرضنا الجزء ده من المنحنى مش مرسوم اللي هو بتاع الهيدرومتر ومدينكم بس قيمة الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت، هل هنقدر نوصل لنفس التوصيف باستخدام الكود المصري؟ نقدر نوصل لنفس التوصيف، مع اننا لو انا الجزء بتاع الهيدرومتر ده مش موجود مش هقدر اعرف قد ايه كلي وقد ايه سيلت، انا عارف ان هما الاثنين على بعض 30%، يعني لو انا الجزء ده من المنحنى واقف لحد هنا لحد الجزء السوليد ده بس، فانا عارف بس ان الفاين بارتكلز كلها على بعض 30%، لكن ما اعرفش قد ايه كلي وقد ايه سيلت. اقوم لما اخد الجزء ده 30% من وزن العينه ده واعمل له تجربه ليكويد ليميت وتجربه بلاستيك ليميت وطلع قيمتهم بالشكل ده، اقدر اعرف هو سيلت ولا كلي منين يا جماعه؟ منين؟ هنرجع بقى كتير قوي كده لحد ما نوصل لايه؟ من كذا جراند بس مش هيديني. ايوه من كذا جراند بلاستيك شارت، هدخل بالليكويد ليميت على المحور الافقي
واطلع بالبلاستيستي اندكس على المحور الراسي واعرف اذا كانت العينه دي لو فوق الخط هتبقى كلي، لو تحت الخط الاي لاين هتبقى ايه؟ هتبقى سيلت. وده اللي انا قلت لكم يعني في بدايه شرح الكود المصري، ان احنا ساعات في بعض المشاريع لما يكون عدد العينات كبير وعشان تجربه الهيدرومتر بتاخد وقت، فبنكتفي بجزء بتاع سيف، نكتفي بجزء بتاع سيف ساعات يعني تمام، وبعدين ناخد الجزء طلع الجزء الناعم او الجزء المتماسك من العينه، اعمل له تجربه ليكويد ليميت وتجربه ايه بلاستيك ليميت، وادخل في البلاستيستي تشارت بتاعت كذا جراند، وصلنا في العينه هل هي سيلتي ولا كلي. تمام كده؟ طيب انا كده يعني خلصت الجزء هم الثلاث محاضرات دول، ارجو تكونوا استفدتوا، ولو في حاجه في المحاضره بتاعت النهارده الاول دي اول حاجه نبدا بيها مش واضحه، ممكن عندنا 10 دقايق الاسئله، في اي حاجه حد عايز يسال فيها النهارده؟ طب دكتور لو سمحت، لما باخد العينات اللي هو بتاعت الفاينز ودخل عمل لها اللي هو كذا جراند، بس هنا مش هيديني نسب خالص للعينات دي، مش هديك نسب بس هيقول لنا الغالب على العينه سيلت ولا كلي، صح؟ يعني لو طلعت فوق الخط هتبقى اقول عليه كلي، واقول ولو تحت الخط هقول عليه ايه؟ سيلت. فانا لو خدت دي، لو رجعنا البلاستيك حد يحفظ معايا الارقام، الليكويد ليميت 55 والبلاستيك ليميت 35، يعني البلاستيك اندكس كام؟ 20%. فلما نرجع كده لاي منحنى كان واضح فيه البلاستيك شارت هنا مثلا، ادي 55 اهي، وبعدين كام قلنا؟ كام؟ 20% مش كده؟ بلاستيك اندكس، وتطلع النقطه هنا مكان ما انا واقف كده، فتحت الخط يبقى ايه؟ يبقى المكون التربه الناعمه، المكون التربه الناعمه اللي موجود في العينه دي سيلت، صح كده؟ بس برضو عشان ما يحصلش كونفيوجن في الموضوع ده، انا بدي التفصيل قوي ده اللي هو ام اتش او او اتش لو كان الغالب على العينه اكتر من 50% منها مواد ناعمه، انما لو كان الغالب على العينه تربه غير متماسكه، لكن انا عندي مكون من تربه متماسكه اقل من 50% وباخده بس اعمل له اتبج ليميتس، اطلع له الحدود القوام بتاعته، فبكتفي في الحاله دي ان انا اقول هو سيلتي ولا كلي، يعني بس سيلت تحت الخط، فوق الخط يبقى ايه؟ يبقى كلي، وخلاص على كده. يعني لما يكون بستخدم كذا جراند تشارت، تاني عشان اوضح، زي مثلا نرجع تاني لهذا ايوه حاله زي كده، لان نفس على فكره الكيرف، يعني انا عندي التربه دي الغالب عليها رمل وزلط، صح كده؟ لكن انا بستخدم كذا جراند تشارت ليه؟ في اليو اس اس عشان اوصف الجزء الايه؟ المتماسك، صح كده؟ فهنا بقى انا لما بستخدم كذا جراند تشارت انا بس بهدف ان انا اقول عليها ام ولا سي، يعني سيلتي ولا كلي، لكن ما بدخلش بقى في تفصيل هو هاي بلاستيك ولا لو بلاستيك، لان هو اصلا العينه دي اصلا الغالب عليها انها تربه ايه؟ غير متماسكه، فانا بس عايز ايه الكونتريبيوشن او يعني الاضافه بتاعت التربه المتماسكه اعرف هي سيلتي ولا كلي، فبقول عليه اما ايه؟ تحت الخط يبقى ام، فوق الخط يبقى سي. امتى بقى ادخل في التفصيل بتاع ام اتش او او اتش او سي ال او ام ال؟ لو كانت التربه دي اصلا الغالب عليها ايه يا جماعه؟ الغالب عليها ان هي تربه متماسكه. لو مش واضح اقول تاني، قول يعني. نعم تمام دكتور. طيب انا عايز اطمن منكم على المعمل اخباره ايه؟ ماشي ازاي؟ اخدتوا ايه؟ فاضل ايه؟ احنا كده احنا في الاسبوع الايه؟ الرابع، مش كده؟ المفروض في الاسبوع الرابع ده معناه ان انتوا السكشنز اتوزعت اسبوع واسبوع على مدار الاسبوعين اللي فاتوا، اخدتوا اول معمل اللي هو الايه؟ التصنيف، صح كده؟ دكتور شفنا العينات. طيب تمام، يعني حسيتوا الموضوع يعني بتقسموا في المعمل، انا بس بركز اكتر على السكاشن الكبيره اللي هم 5 و6، واعتقد يمكن يا 3 يا 4 هم دول السكشنز العدد فيهم كبير. هل اتقسمتوا يا جماعه؟ لو حد من السكاشن دي حاضر معايا دلوقتي، اتقسمتوا في المعمل وكده مجموعات وكده؟ هو كل يعني كل عدد معين بيخش يحضر، وبعد كده اللي بعديه بيخش يعني. وبعد كده بعديه بيدخل كده. المعمل يا جماعه نهتم بيه، انا مش بسال كده مش
طيب.